بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم وممغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك الفضائية، واليوم إن شاء الله نرجع مرة أخرى في البث المباشر ونستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. أعزائي المشاهدين، طريقة البرنامج تكون كالمعتاد في السابق، يبدأ سماحة الشيخ بورقة بحث، وبعدها إن شاء الله نتلقى الأسئلة والاستفسارات على الأرقام التي ستوضع أسفل الشاشة. تفضل سماحة الشيخ. أحسنتم، جزاكم الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. بادئ ذي بدء، نتقدم إلى سيدنا ومولانا الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ميلاد عمته كريمة أهل البيت السيدة الجليلة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، إذ إن ميلادها يوافق هذا اليوم وهو الأول من ذي القعدة. أما حديثنا هذه الليلة فهو يدور حول حديث نبوي شريف مروي من قبل العدو، وسبق وتعرضنا لهذا الحديث من ذي قبل. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي يحاول العدو كثيرا أن يعتم عليها ويخفيها لئلا تظهر أمام عامة الناس فتؤدي إلى انكشاف الحقائق. سبق وذكرنا أن هنالك مؤامرة يقوم بها كبار أهل الخلاف. هذه المؤامرة تقصد هذه المؤامرة تتعمد أو تعمد إلى هذا، إما حجب هذه الأدلة عن أعين الناس، وإما تحريفها وتأويلها بحيث لا يتمكن أحد من أن يعرفها، من أن يعرف هذه الأدلة. في الموقف من شخصية عائشة بنت أبي بكر عدوة الله وعدوة رسوله صلى الله عليه وآله، افترقت هذه الأمة إلى فرقتين رئيسيتين. فرقة تتولى عائشة باعتبار كونها مؤمنة، بل من سيدات المؤمنات، وفرقة أخرى تعادي عائشة وتبرأ إلى الله تبارك وتعالى منها، بل وتعتبرها سيدة من سيدات المنافقات.
وهذا صراع جدلي كان منذ القديم وهو مستمر إلى يومنا هذا. نحن أتباع أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نصر على كون عائشة امرأة منافقة، ولنا على ذلك الكثير من الأدلة والبراهين، سواء ما صح منها عن أئمتنا صلوات الله عليهم أو ما جاء حتى من طرق العدو، في حين أن أهل الخلاف ما زالوا إلى اليوم يصرون على كون هذه المرأة امرأة مؤمنة، بل ويعتبرونها سيدة للمؤمنات. هذا الحديث الذي بين أيدينا سبق وتعرضنا له أكثر من مرة سابقا، لكنك إذا لاحظت العدو لم يركز في ردوده علينا على هذا الحديث، وكأن هذا الحديث لم نذكره من ذي قبل، مع أنه حديث صحيح حتى على مباني وقول أهل الخلاف. وهذا الحديث الصحيح ينسف كلية الاعتقاد بأن عائشة الحميراء امرأة مؤمنة، فضلا عن أن تكون سيدة من سيدات المؤمنات، سيدة من سيدات النساء في الإسلام. لم يركزوا على هذا الحديث في ردودهم علينا، بل لم يركزوا على أي حديث ذكرنا إلا اللهم بالمراوغة واللف والدوران، فردودهم لم تكن علمية على ما ينبغي ويراد، وإنما كان تهريجا في تهريج وبهلوانيات في بهلوانيات. هنا نحن نعيد عرض هذا الحديث من جديد، ونريد بإبرازنا إياه أمام الجمهور أن يعرف أبناء هذه الأمة أنهم واقعون تحت مؤامرة حقيقية من قبل مشايخ السوء وأعلام الضلالة، هذه المؤامرة التي تريد إبعادهم عن طريق أهل البيت عليهم السلام واستبقاءهم في طريق المنافقين، ومن جملة أولئك المنافقين عائشة بنت أبي بكر لعنها الله. نريد نحن بإبراز هذه الأحاديث على الملأ وفي الإعلام أن ينظر إليها الإنسان المسلم حتى يحدد موقفه، أنه هل هو مع الحق أم والعياذ بالله مع الباطل. لسنا نعيد هذا الحديث من باب أن في الإعادة إفادة فحسب، وإنما نعيده هذه الليلة إن شاء الله مع مزيد من التفصيل والتفريع والمناقشة لإثبات أن هذا الحديث ثابت صحيح لا يرد عليه إشكال، فلا يتمكن أحد مثلا أن يشكك في أن هذا الحديث حديث ضعيف أو ليس بمعتبر أو ما شاكل ذلك. الحديث أيها الإخوة، وأرجو من الجميع أن يلتفتوا جيدا، الحديث مروي من قبل الطبراني في مسند الشاميين، ورقم الحديث هناك 1171. يقول: حدثنا واثلة بن الحسن العرقي، ثنى كثير بن عبيد الحذاء، كثنى يعني حدثنا اختصارا، ثنى بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عائشة،
أن النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها أي على عائشة مع أبي بكر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يا عائشة أطعمينا، فقالت والله ما عندنا طعام، فقال أطعمينا، فقالت والله ما عندنا طعام، فقال أطعمينا، فقالت والله ما عندنا طعام، أي ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وآله يكرر أمره إياها بأطعمينا، وهي ثلاث مرات تحلف أنه ما عندنا طعام. فقال أبو بكر يا رسول الله إن المرأة المؤمنة لا تحلف على الشيء أنه ليس عندها وهو عندها، ما تحلف المرأة المؤمنة على شيء أنه ليس عندها وهو في الواقع عندها، أي أنها لا تحلف على الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وما يدريك أمؤمنة هي أم لا، ما يدريك، أين أولئك الذين يزعمون أن عائشة امرأة مؤمنة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبكم كما خاطب أباها قائلا وما يدريكم أمؤمنة هي أم لا، أنتم واقعون في وهم كبير عبر القرون. طائفة أهل البدعة التي تسمي نفسها أهل السنة، حيث أنها ترجع إلى عائشة وتواليها، فإنها خدعتكم، صورت لكم عائشة بصورة المرأة المؤمنة، بل سيدة للمؤمنين والمؤمنات، والحال أنك حين ترجع إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تجده يقولها صراحة وما يدريك أمؤمنة هي أم لا، أي أن مسألة ثبوت إيمان عائشة منتفية، إيمان عائشة إلى الآن محل شك على أقل تقدير، لسنا نستطيع أن نقول بقول جازم أنها امرأة مؤمنة، إيمانها ليس ثابتا عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا عندنا نحن الروافض فقط، نحن إنما ننفي إيمان عائشة اقتداء بالنبي الأعظم واتباعا لما قال صلى الله عليه وآله. إذا كانت مسألة إيمان عائشة إلى الآن غير ثابتة، هي محل شك على أقل تقدير، فأنا لنا أن نزعم ونكذب على أنفسنا ونكذب على الناس أن عائشة امرأة مؤمنة، عدا أن تكون سيدة للمؤمنين والمؤمنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وما يدريك أمؤمنة هي أم لا، إن مثل المرأة المؤمنة في النساء كمثل الغراب الأعصم من الغربان، وإن النار خلقت من السفهاء، وإن النساء من السفهاء إلا صاحبة القسط والمصباح. هذا تمام الحديث المرقم برقم 1171 والذي أخرجه الطبراني في مسند الشامي. لسنا نريد أن نبحث الآن أنه لماذا ارتكبت عائشة ذلك، يعني لماذا أصرت على أنه ما عندنا طعام، هذا بحث يطول، خلاصته أنها كانت تتعمد
أن تحرم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من الطعام وتبقيه في حالة جوع دائم. هذا ما يفسر مثلا أنها كانت تدخل بكل وقاحة على النبي صلى الله عليه وآله وهو جالس مع أصحابه، وهذا أمر ثابت في الصحاح عندهم، جالس مع أصحابه وتأتي وتنثر الطعام وتبعثره وتكسر القصاع. هذا ما كان يفسر مثلا أنه لما كان يهدى طعام إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت تأتي وتسارع لتأخذ هذا الطعام وتنثره على الأرض، وأمثال هذه الأمور. هي أساسا امرأة كانت ذات بطنة، يعني مثل ما نقول احنا بالدارجة بطينية كانت، نعم، تحب الطعام كثيرا، وكانت تحاول أن تكتنز هذا الطعام لنفسها وتحرم منه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. مثلا أن تلاحظوا أن البيهقي أخرج في شعب الإيمان في الجزء الخامس ورقم الحديث 1978 أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها في حديث، قال لعائشة: يا عائشة، اتخذت الدنيا بطنك أكثر من أكلة كل يوم سرف، والله لا يحب المسرفين. شوف النبي هنا يصفها بأن اتخذت الدنيا بطنك، امرأة حياتها بطنها، هذه هي حياتها. على أي حال، نحن لا نناقش الآن في أنه لماذا عائشة تعمدت أن تصنع هذا، هذا الآن ليس محور حديثنا. محور حديثنا هو هذه المقولة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله التي نفى فيها الجزم بإيمان عائشة، والتي قال فيها: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. أولا علينا أن نثبت أن هذا الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، سنده كذلك صحيح. نناقش رجال السند أو نعرض ماذا قال فيهم أهل الخلاف بأنفسهم. أولا، الذي أخرج هذا الحديث هو الطبراني، والطبراني هو صاحب المعجم وهو فوق الوثاق، هذا أمر معروف. أخرج هذا الحديث عمن؟ عن شيخه واثلة بن الحسن، وكفى بذلك وثاقة، كونه شيخ الطبراني فإنهم يوثقونه. ثم أخرج، أو السند يتتابع هكذا، عن كثير بن عبيد الحذاء، هذا الرجل كان إمام مسجد حمص، وقال فيه ابن حجر العسقلاني ثقة وثقه. ثم السند يأتي عن بقية بن الوليد، هذا أيضا من رجال حمص، حمصي، قال فيه الذهبي الحافظ وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات، فإذا هذا رجل أيضا ثقة. وقال فيه النسائي أيضا: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. ثم عن بحير بن سعد الحمصي، هذا قال فيه ابن حجر: ثقة ثبت. وقال فيه الذهبي: حجة. ثم عن خالد بن معدان الحمصي أيضا، كلهم هؤلاء من الشاميين، لذلك الطبراني قال مسند الشاميين، نعم، سمى كتابه. عن خالد بن معدان الحمصي قال فيه ابن حجر: ثقة عابد. وقال فيه الذهبي: ثبت فقيه كبير مهيب مخلص.
عن كثير بن مرة الحضرمي، وهذا الرجل عده بعضهم صحابيا على تعبيرهم، فهو عادل وثقة، وأجمعوا على كل حال، أجمعوا على وثاقته، أن الرجل ثقة، لأنه يقول فيه ابن حجر ثقة، وكذلك يقول فيه الذهبي ثقة. بعد هذا الرجل ليس عندنا في السند إلا عائشة والرواية عنها. فإذا كل رجال هذا الحديث كلهم ثقات، كلهم صادقون. إذا من جهة السند لا يمكن لأحد أن يشكك بصدق هذا الحديث وثبوته وصحته. هنا كإشارة سريعة فقط، بعض المتنطعين قد يراوغون وقد يجادلون في أحد رجال هذا السند، وهو بقية بن الوليد الحمصي، يقولون هذا الرجل وإن كان ثقة لكنه يدلس تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ تدليس التسوية بعبارة مختصرة إسقاط ضعيف بين ثقتين. مثلا هو يروي حديث يعلم بأنه في وسطه ضعيف عن أحد مشايخه الذي هو ثقة، ثم بعده رجل ضعيف، ثم عن ثقة آخر، يسقط هذا ويدلس ويقول عن فقط، لا يستخدم مثلا لفظة حدثنا، لا يستخدم لفظة أنبأنا أو أخبرنا التي تدل على السماع المباشر، وإنما يستعمل العنعنة فقط، وهذا ما يسمى بتدليس التسوية، إسقاط ضعيف بين ثقتين. فقالوا بأنه بقية بن الوليد ما دام ثبت في حقه أنه يدلس تدليس التسوية، فإذا هذا الحديث لا يكون صحيحا، يكون ضعيفا، لأننا لا نعلم هنا أنه حين قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، يقولون قد يكون هنا رجل ضعيف وقد أسقطوه، قد أسقطه هذا بقية بن الوليد. نعم. زين، هذا الأمر مردود، التشكيك بصحة هذا الحديث بهذه الحجة حرفة العاجز. لماذا؟ لأن هنالك في من خلال أو من طرق أخرى لهذا الحديث صرح بقية بن الوليد بالسماع، وكان لفظ السند هكذا حدثنا، وقد قال النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. فإذا هو الرجل من خلال طرق أخرى غير طريق الطبراني، الرجل صرح بقوله حدثنا، أي صرح بالسماع المباشر. في أين؟ مثلا في مسند عبد بن حميد، الرواية أيضا كما رواها الطبراني رواها أيضا عبد بن حميد، كما أخرجه عنه ابن حجر العسقلاني في كتابه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، رقم الحديث هناك 1621. قال عبد بن حميد حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا محمد بن فضيل بن عياض، حدثنا بقية بن الزبير، حدثني بحير بن سعد. إذن الرجل صرح بالتحديث بأنه قد حدثه من؟ بحير بن سعد. زين، بعد بحير بن سعد عندنا عن كثير بن عن خالد بن معدان. بحير بن سعد مختص بشيخه هذا خالد بن معدان،
كان عنده اختصاص به، فتكون عنعنته عنه في مقام قوله حدثنا، وإلا بطل الاختصاص كما قرره أئمة الجرح والتعديل وأئمة الحديث حتى عندهم. فإذا ضم هذا إلى تصريح بقية ابن الوليد بأن شيخه حدثه، النتيجة ماذا تكون؟ تكون النتيجة ارتفاع تدليس التسوية، أنه ها هنا لا يوجد بعد تدليس التسوية، كما نص على ذلك أعلام فن الحديث وعلم الحديث عند القوم، ابن حجر العسقلاني مثلا الراجع ماذا يقول وغيره، كل هؤلاء نصوا على أنه تصريح الراوي بالتحديث له ولشيخه يرفع تدليس التسوية. تدليس التسوية يكون ها هنا ماذا؟ منتفيا، وبهذا لا يقدح هذا بصحة الحديث حتى مع وجود العنعنة في باقي سند الحديث. هذا من جهة. إذن وإن كان على فرض أن بقية ابن الوليد كان يدلس تدليس التسوية، فهو في هذا الحديث لم يدلس تدليس التسوية، لأنه صرح بالسماع بقوله حدثنا، وثم شيخه كان له اختصاص بشيخه، فقول القائل في السند عن فلان عن فلان هذا يقوم مقام قول حدثنا. هذا كله على فرض ماذا؟ على فرض أن بقية ابن الوليد كان بالفعل يدلس تدليس التسوية، وإلا فالألباني الذي هو إمام هذا الفن عندهم في عصرنا، الألباني الذي هلك قبل سنين قلائل وكانوا يسمونه إمام السنة وإمام الحديث، هذا الألباني برأ بقية ابن الوليد الحمصي الكلاعي، برأه من تدليس التسوية ونفى هذه التهمة عنه. بإمكانكم أن ترجعوا إلى كتابه بعنوان النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة، هذا أساسا كتب هذا الكتاب ردا على ذلك الرجل، لأنه قد ضعف كثيرا من الأحاديث، مئات الأحاديث الصحيحة ضعفها بأمثال هذه الأمور، أنه يقول مثلا بقية ابن الوليد كان يدلس تدليس التسوية. فهناك الرجل ناقش شأن بقية ابن الوليد وبرأه تماما من تدليس التسوية. فإذا على فرض أن الرجل يدلس تدليس التسوية فالحديث صحيح، وعلى الفرض الآخر كما انتهى إليه الألباني وغيره، هنالك الآن تحقيقات جديدة بالإمكان أي شخص الآن يراجع، أصلا هنالك مجلدات الآن جديدة في شأن تدليس التسوية وتبرئة جماعة ممن رموا بذلك من محدثي أهل الخلاف ورواتهم، برؤوهم من تدليس التسوية، ومن هؤلاء بقية ابن الوليد الحمصي. فإذا السند صحيح 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 لا غبار عليه، لا يمكن لأحد أن يشكك في أن هذا الحديث صحيح، رجاله ثقات مشهورون بالضبط وبالوثاقة وبالعدالة وبالصدق، وبعضهم وصف بالفقاهة والفقاهة الكبرى، وبعضهم وصف بالإمام والإمامة والحفظ وما أشبه ذلك. فإذا ليس لأحد أن يغمز في هذا الحديث. ثم هذا الحديث أساسا لو نظرنا إليه من حيث لوجدناه يورث الإطمئنان بأنه حديث صحيح، أي أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذه الواقعة ليست مكذوبة. لماذا؟ أولا لأن الحديث عن الثقات كما بينا، ثانيا لأن الحديث عن عائشة، ونحن نعلم أن القاعدة تقول شهادة المرء على نفسه مقبولة،
شهادته لنفسه محل نظر، أما شهادة المرء على نفسه فهذه مقبولة. وهنا عائشة تشهد على نفسها. إن قلت لا يعقل قيل لك بلى يعقل، لأنه وجدنا جماعة من كبار المنافقين من كبار الكفار كانوا يشهدون على أنفسهم، الله ينطقهم بالحق على أنفسهم، وهذا كان معهودا ومتعارفا عند قريش وعند غيرها في تلك الأزمان وفي تلك الأجواء. فإذا لا يبعد أن الله عز وجل ينطق عائشة بما تقر به على نفسها وتعترف به على نفسها، وكم لهذا من نظائر إلى يومنا هذا. فإذا ليس الحديث عن غير عائشة، حتى نقول ربما هذا الشخص كان على عداء شخصي مع عائشة ولذلك ادعى عليها أو افترى عليها أنه النبي صلى الله عليه وآله قدح في إيمانها، لا، وإنما الحديث عنها هي بنفسها، هي بنفسها تقر بذلك. ثم النقطة الثالثة التي تورث الاطمئنان بصدق هذا الحديث وصحة صدوره أن الذين أخرجوه جميعا هم من أولياء عائشة، ليس فيهم رافضي واحد، ليس فيهم شيعي واحد، ليس فيهم أحد كان على إشكال مع عائشة، بل على العكس، كل الذين أخرجوا هذا الحديث الطبراني وعبد بن حميد وابن حجر العسقلاني ورجال تلك الأسناد كلهم كانوا شاميين، يعني أمويين، كانوا من الميالين إلى بني أمية، كانوا من أهل الشام، وكانوا ممن يعتقدون بعائشة، يعتقدونها، يعتقدون فيها أنها امرأة مؤمنة، أنها من سيدات النساء. فأية مصلحة لهم في أن يختلقوا حديثا ضد عائشة؟ يعني تارة نحن نجد مثلا حديثا يرويه الروافض، أنا هنا أتحدث بلسان أهل الخلاف، أجعل نفسي في مكان فقيه من فقهاء أهل الخلاف، وقد سبق وقلت أكثر من مرة أني أعلم بمذهبهم منهم. نعم. أنا أجعل نفسي الآن في هذا الموقف، في هذا الموقع، أقول إن الحديث هذا إذا كان قد رواه الروافض أو الخوارج مثلا أو من كانوا على عداء مع عائشة فلنا أن نشك فيه، ولكن الحديث إنما أخرجه ورواه أولياء عائشة وأتباعها ومن هام فيها حبا، أبناء عائشة، أبناء عائشة، أحسنتم، أبناء عائشة ويتامى عائشة. شي خلصنا من يتامى عائشة إلى اليوم؟ أي والله ماتت وخلفت لنا كل هؤلاء اليتامى أبناء عائشة، شو نسوي لهم؟ فإذا كل هؤلاء ما مصلحتهم في أن يخرجوا حديثا إذا كان مكذوبا، إذا كان موضوعا أساسا؟ لماذا يختلقونه وهو يسيء إلى أمهم، ينفي إيمانها، يزلزل المعتقد البكري هذا، هذا الحديث؟ على أي حال، من هذه الأمور التي ذكرناها أظن أن أحدا لا يجادل، أحدا من المنصفين ممن يخاف الله تبارك وتعالى لا يجادل في أن هذا الحديث صحيح وثابت، إلا الذي يريد أن يكابر، الذي يريد أن يكابر الحق أو يراوغ أو يتعامى عن الحقيقة، هذا لا نقاش لنا معه. نحن كلامنا هنا أيها الإخوة إنما هو مع المنصفين الذين يتقون الله تبارك وتعالى، هؤلاء الذين نحن نحترمهم لأنهم يحترمون الحق والحقيقة، يحترمون العلم، يحترمون الاستدلال الصحيح، يحترمون البرهان. لاحظوا أيها الإخوة أسلوبنا وأسلوب الآخرين، نحن حين نأتي بشيء مما نريد أن نقيم عليه الدليل فإنا نفرد الكلام ونفصله ونناقشه علميا من كل الجهات،
ونناقشه حتى على مبانيكم، أي على مباني أهل الخلاف، نناقشه من واقع كتبكم، من واقع تراثكم، لا نحتج عليكم بما لدينا، نحتج عليكم بما لديكم، ونطيل الكلام. الآن إيش قد صار لي؟ يمكن نصف ساعة، مو أكثر من نصف ساعة الآن صار، بس حتى أناقش قضية أنه هذا الحديث صحيح. أما في المقابل خلي الآن القناة عندك على واحدة من هالقنوات، قنوات أبناء عائشة، وقارن بالله عليك، أنا لا أطلب إلا هذا الآن، أنه أنت قارن، شوف أسلوب الرد علينا كيف يكون، تهريج، سباب، شتائم، وأبعد ما يكون الكلام عن الروح العلمية، تهريج وبهلوانيات مثل ذات مرة هذا عرعور طلع راح فجأة أمام الكاميرا، راح هكذا قفز كما يقفز القردة، قفز هكذا أمام. طيب ليش تقفز أمام الناس؟ والله أنت، ويوجه كلامه لي أنه أنت الخبيث، أنت الأحمق، أنت كذا، ليش هالبهلوانيات؟ أما أنت قاعد في سيرك، قاعد أمام الكاميرا يسوي لنا بهلوانيات، يعني أنه هذا متحمس الآن، وأنه يعني أصابته الغيرة على أمه عائشة، وأنه خلص. وكم مرة يقوم هالشكل ويقفز، وهذا أبو الكاميرا لازم يضطر يصعد الكاميرا. بهلوانيات أيها الإخوة، أما نقاش علمي رصين، بعيد عن التجريح، بعيد عن السباب، بعيد عن الشتائم، بعيد عن البهلوانيات وحركات وتمثيليات، هاي تمثيلات القرعة مالتهم، ما تحصل عندهم. هذا الحديث حديث صحيح، إذن تبقى إذن أن نعرف ما الذي نستفيده من هذا الحديث. الاستفادة الأولى قد مرت، وهي أن عائشة لا يمكن الجزم بإيمانها. كل من يقول اليوم إن عائشة مؤمنة، عليك أيها المسلم أن ترد عليه بمثل ما رد رسول الله صلى الله عليه وآله على أبيها، على أبي عائشة، لما جزم بإيمانها. فتخاطب هذا الإنسان، تقول له: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. أوجه كلامي إلى الروافض، إلى شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإلى المترفضين الذين الحمد لله الله عز وجل هداهم وجعلهم من رافضة الباطل ورافضة المنافقين ورافضة الجور ورافضة البدعة الذين تمسكوا بالإسلام الحق. هؤلاء الإخوة المهتدون المتشيعون بالألوف يوما بعد يوم، أخاطب هؤلاء الجميع، هؤلاء جميعا أخاطبهم، أقول: أيها الأخ المسلم المؤمن، حين يناقشك زميلك في العمل، زميلك في الجامعة، يناقشك جارك أو صديقك أيا يكن، يناقشك في عائشة ويقول إنها أم للمؤمنين أو مؤمنة، فورا أجبه بهذا الكلام، قل له: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. إذا اعترض عليك أخرج له هذا الحديث فورا، أخرج له هذا الحديث فورا، قل له: هذا من كتبك موجود، هذا الحديث في كتبك، هذا الحديث موجود والحديث صحيح، وأنا إنما أقول كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أعدوها، لا أعدو عنها. أنا أعلم بأنه في البداية تقع مشاكل، يعني الآن نفترض أنه رجل مثلا شيعي في العمل، يعمل مثلا وله زميل من أبناء عائشة مثلا، أو من المخدوعين بعائشة، فيناقشه في عائشة ويزعم أنها مؤمنة، ولذلك ينبغي أن نحترمها وينبغي أن نجلها مثلا، كانت من سيدات المؤمنات. ففورا إذا أجابه قال له: وما يدريك مؤمنة هي أم لا، إذا كان مثلا فيما يسمى العربية السعودية، يبلغون الأمن عليه، فورا يأخذون يذبوه بالسجن، يعني شلون تشكك أنت بإيمان السيدة عائشة، في حين أنهم لا يلتفتون إلى أنه هذه الكلمة ليست كلمة لنا، وإنما كلمة رسولنا صلى الله عليه وآله، هذه الكلمة النبي الأعظم قالها: وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. فأنت تحجهم بهذا أيها الأخ الكريم،
المؤمن المسلم الحقيقي حجهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أقروا على أنفسهم بأنه صحيح وأنه صادر عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. قل لا ما أسمح لك أنا. تقول عائشة مؤمنة ما أسمح لك، هذا أمر غير ثابت. رسول الله قال وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. إيمان عائشة غير مستقر غير ثابت. هذه الفائدة الأولى التي نستفيدها. هنالك فائدة أخرى أعظم. هذه الفائدة الثانية أن عائشة منافقة. تقول لي كيف؟ رسول الله إنما شكك في إيمانها فقط، ما يدريك. فإذا قد تكون مؤمنة وقد لا تكون، أكو احتمال. وإن كان اللبيب يفهم أنه تشكيك النبي صلى الله عليه وآله بإيمان أحد، هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله بمفهوم هذا الحديث بمفهوم قوله إنما يرمي هذا الرجل بالنفاق أو هذه المرأة بالنفاق، هذا أمر واضح. ولكن على أي حال نأخذ المسألة منطقيا مجردا، منطقية مجردة، نقول هنالك في نفس هذا الحديث ما يفيد أن عائشة امرأة منافقة. أين تجد في هذا الحديث هذه الدلالة؟ تجدها في صدر الحديث لا في ذيله، حينما يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويأمرها بقوله يا عائشة أطعمينا 3 مرات، وهي تحلف 3 مرات تقول والله ما عندنا طعام. هنا سؤال، لو كانت المرأة مؤمنة لوجب تصديقها، فكيف لو أقسمت؟ كيف لو حلفت بالله عز وجل؟ لماذا لم يصدقها النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا لم يصدقها في حلفها؟ أقسمت بالله عز وجل، لماذا لم يصدقها النبي؟ لم يصدقها وكرر القول 3 مرات، يا عائشة أطعمينا، هي تحلف تقول والله ما عندنا طعام، هو يكرر يا عائشة أطعمينا. إذن معنى ذلك أنه يكذبها في قسمها ولا يصدقها في قسمها، لا يبني على قسمها، لا يعتمد على حلفها وقسمها أبدا، أصلا لا يقيم اعتبارا ليمينها، هذا اليمين الشرعي أصلا لا يقيم اعتبارا له النبي صلى الله عليه وآله، لا يقيم له اعتبارا. وحين يتدخل أبوها في المرة الثالثة يقول يا رسول الله إن المرأة المؤمنة، أي هي مؤمنة، لا تحلف على الشيء أنه ليس عندها وهو عندها، النبي هم يجيبه بقاصمة الظهر، يقول وما يدريك أنها أمؤمنة هي أم لا. عدم تصديق النبي صلى الله عليه وآله بقول عائشة، عدم أخذه بحلفها بقسمها، عدم اعتماده على حلفها وقسمها، هذا كاشف عن كون المرأة هذه منافقة. كيف؟ لأن المنافق لا يؤخذ بقسمه. الله أمر نبيه وأمر المؤمنين في القرآن الحكيم بأن لا يعتمدوا على قسم المنافقين، على أيمان المنافقين، على حلف المنافقين. الله أمرنا بأن لا نعتمد. لاحظوا مثلا ماذا يقول الله عز وجل في كتابه، يقول وإذا قيل لهم، هنا يتحدث الله عز وجل عمن؟ عن المنافقين. الآيات في سياق في معرض الحديث عن المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، هنا دقق، ثم جاءوك يا رسول الله
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات ماذا تثبت؟ إلى ماذا يدعو الله عز وجل نبيه هاهنا؟ أنه لما يأتيك هؤلاء المنافقون ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أنت لا تصدق كلامهم وإنما أعرض عن كلامهم، أعرض عنهم. لماذا؟ لأن الله يعلم ما في قلوبهم، هؤلاء كاذبون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. النبي الأعظم صنع هذا التصرف بعينه مع عائشة، كانت تحلف له بالله وهو يعرض عن حلفها، هذا أصلا لا يبني عليه ولا يعول عليه ولا يقيم له وزنا ولا شأنا، وهذا كاشف، هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وآله مع عائشة بهذه الحيثية، هذا كاشف عن كون المرأة منافقة أيها الإخوة، وإلا لما كان النبي ليعاملها هكذا. ثم في آية أخرى يقول الله عز وجل يحلفون لكم، أي المنافقون يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم المنافقون حتى ماذا؟ حتى ترضوا عنهم. فماذا تصنعون أنتم؟ ما هو التوجيه الإلهي لكم أيها المؤمنون؟ فإن ترضوا عنهم، يعني تصدقون حلفهم هذا وبالفعل ترضون عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن الله هنا نهى المؤمنين عن أن يصدقوا أو يأخذوا بحلف المنافقين، بأيمان المنافقين، أو يبنون عليها أو يعولون عليها. الله عز وجل لا يقبل ذلك، لا يرضى، لا يرضى. لماذا لا يرضى؟ لأن المنافقين معلوم لا يؤمنون بالله عز وجل حق الإيمان، ولذلك يقسمون به كذبا، اتخذوا أيمانهم جنة، أي ترسا درعا هكذا، اتخذوا أيمانهم مجرد حتى يدرؤون عن أنفسهم العذاب، العذاب الدنيوي، حتى يبعدون عن أنفسهم التهمة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. عائشة لها عذاب مهين لأنها أقسمت كذبا بالله. وإذا واحد الآن يأتي ويقول أنه ما أقسمت كذبا بالله، هذا معناه أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله كذبها في هذا الحديث، ما عول على قسمها، ولما تدخل أبوها رده بما هو أشبه بصفعة على وجهه. رسول الله صلى الله عليه وآله كذبها، والرسول صلى الله عليه وآله لم يكن والعياذ بالله رجلا اعتباطيا، أي يعني يقوم بأفعال سفيهة ليست حكيمة، والعياذ بالله هو سيد الحكماء. وحيث أننا نعتقد بذلك، فلازم هذا الاعتقاد القول بأن النبي صلى الله عليه وآله لما كرر قوله لها 3 مرات يا عائشة أطعمينا، أن هذا لم يكن من السفاهة، وأنه بالفعل كان هنالك طعام في البيت، لكن عائشة تكذب وتحلف بالله وتقسم به كذبا وزورا بادعائها أنه ما من طعام في البيت. ونحن نعلم ما هو عقاب الذي يحلف بالله كذبا، وأساسا نعلم ما هو عقاب الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن كذب علي متعمدا شنو؟ فليتبوأ مقعده من النار. خلص، فليتبوأ مقعده من النار. وعائشة هنا كذبت على النبي صلى الله عليه وآله، فعائشة إذن في النار لا محالة.
أحسنت سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم على هذا البحث الجيد، ويعذرون الإخوان اللي يتصلون لأن خلال مداخلة أو خلال ورقة البحث التي طرحها سماحة الشيخ لم نستطيع أن نأخذ الاتصالات، والآن إن شاء الله باب الاتصالات مفتوحة. وأنا سماحة الشيخ لأن من رمضان اللي فات ما طلعنا في بث مباشر، لذلك عندي أسئلة متراكمة كثيرة، وإخوان دائما يعني بلقونك سلامهم وتحيتهم. السلام والتحية والإكرام. وقبل لا أخذ اتصالات سماحة الشيخ، اليوم أنا كنت على الاتصالات، أرد على اتصالات الهيئة في فترة الصباح. اتصلت علي أخت من تونس. سمحت الشيخ، فعلا يعني انا اتخذت اتصالات، بس نفس هالاتصال عمري يعني ما جربته، يعني من اول اتصال لاخره تبكي. هي متشيعه بفضل الله واهل البيت وفضل قناه فدك. وتعرف لما تشيع واحد على يدكم سمحت الشيخ، جهرت باللعن الظالمين ابو بكر وعمر، فطلقها زوجها وعندها اطفال، وعندها 4 عيال وبنت، وهي يعني مع بكائها الشديد وكلامها معاي تطلب من عندكم طلب واحد، ان تدعون الاطفالها ان اولادها ان يتشيعوا يستبصرون ان شاء الله. فكان شاء الله. بكل حرقه يعني تقول لي عبد الله انت عندك اسمها اعطيني إيه ان شاء الله راح اعطيك اياه، وتقول لي اذا تقدر توصل الحرقه اللي بقلبي لسماحة الشيخ. وانا ما اقدر اوصل كثر ما بكت اليوم صراحه، انا بكيت معها ايش اسوي. على اي حال ان شاء الله الله عز وجل يثبتها على الايمان ويحميها وينصرها ان شاء الله تعالى، ويقر عينها إن شاء بهداية الله. جميع أبنائها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الله يخليك. وما ذلك على الله بعزيز، وعليها أن تصبر وعليها أن تتحمل، هذا هو قدرنا. يعني كل من يسلك في مسلك الحق لا بد له من أن يتحمل المصاعب التي ترده، فتطليق زوجها له لها هذا يعني خسارة، هو الخاسر يعني، هو حقيقة أوقع نفسه في الخسارة، أنه طلق امرأة قد آمنت بالإسلام الحق وبأهل بيت النبوة صلوات الله عليه، وهي في الجنة إن شاء الله لها مقام عظيم بصبرها كما صبرت آسيا بنت مزاحم عليه السلام. تبارك الله. سمح الشيخ بس عذرني أخذ الاتصال من الأخت، انقطع على الاتصال. سمحت الشيخ في أسئلة طبعا كثيرة، ما أدري أخذ الاتصالات أو الأسئلة، فخل نبدأ في الاتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله أخوي ثار، بارك الله فيك. حياك الله وبارك الله يسلمك. الله يخليك. تفضل. وتفضل معك على الهواء مباشرة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ونبارك لكم العودة المباركة إن شاء الله للبث المباشر. الله يبارك الحياة. وحقيقة هنا لابد من الإشارة إلى الدور الفعال الذي قامت به قناة فدك، بحيث أن بعض الوهابية عندما يتصلون في قنواتهم يشتكون من كسر أنوفهم بسبب ما قامت به قناة فدك خاصة في البث المباشر في الليالي الرمضانية. وهنا على ما طرحه سماحة الشيخ أحب أن أقول اليوم حقيقة تفاجأنا عندما قال أحد مشايخ الوهابية عندما احتج عليه بأن عائشة عندما هو كان يحتج على مسألة التطبير وضرب السيوف وغيرها، فقلنا له أن عائشة كانت تلطم وهذا موجود في صحاحكم، فقال نعم، ولكنها اعترفت بعد ذلك بأنه كان سفاهة من عندها. يعني اعترف هذا الشيخ بأن عائشة كانت سفيهة والحمد لله في قناته. ونقول أن ما يقوم به سماحة الشيخ هو في عين الله سبحانه وتعالى، وأدخل الغيظ في قلوبهم، وما تطهون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لكم به أجر عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله. ونقول الذين يخالفون قناة فدك أنه يجب دعم قناة فدك من مختلف الشيء، حتى الذين يختلفون في طرحها أو في نهجها، فإنها تؤدي دور
يخدم أهل البيت عليهم السلام وليقوم الآخرين بخدمة بالطريقة التي ترونها. ولكن قناة فدك تركت أثر في قلوب النواصب، تركت أثر في قلوب الوهابية، وها هي السنة الثانية احتفل بهلاك عائشة، ونراهم يمرون عليها مرور الكرام وسيتقبلون ما هو أعظم من الاحتفال بهلاك عائشة إن شاء الله بفضل وجودكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخ ثائر على مداخلته وعلى مباركته عودة البث، ونحييه ونشد على إيده محاربة الوهابية. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أثير الزيادي. حياك الله أخوي أثير، شلونك؟ الله يسلمك، إن شاء الله بخير. الله يطول عمرك، حياك الله. الله يخليك يا طيب. الله يخليك. تفضل أخوي، أنت على الهواء مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. تفضل أخوي أثير، على الهواء على طول بدون تحويل أي شيء. أنت من أي؟ نعم تفضل. حياكم الله. الله يحفظك. كيف الحال أخونا العزيز؟ إن شاء الله بخير. حياك الله بخير، دامك بخير إن شاء الله. الله يسلمك. كيف الحال شيخنا؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يسلمكم. طبعا أنا يعني قبل الاتصال كنت يعني حزين، ولذلك قررت أن أزيح والحزن عني بهذه الكلمات التي سأقولها لكم. خذ راحتك تفضل. إن كنت في ضيق ولا تدري المفر فارفع يديك وقل إله عن عمر. نعم. أو كنت من عظم المصائب قانطة فدع القنوط وقل إله عن عمر. أو كنت تخشى من عدو غاشم أو من طريق ليس يخلو من خطر فلعن أبا بكر وعثمان وقبل معا وبعد اهتف إله لعن عمر. لا تدعي حبا لآل محمد إن كنت لم تبدل براءة من عمر حب النبي وآله مع حب من عاداهم ضداني ذوي النظر. فملأ فؤادك بالولاية للوصي وبالبراءة من أبي حفص عمر إن كان ما قلته يحلو لكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صلوا على محمد. الآن ازاح كل همي وغمي إن شاء الله، وبارك الله فيكم. الله يزيح همك إن شاء الله. لخدمة شيعة أمير المؤمنين ولهدم عروش الوهابية السفلة. أحسنت. بارك الله فيك. مشكور أخوي أثير الزيادي، رحم الله والديك على هذه المشاركة الطيبة، وإن شاء الله نقول دائما اللهم لعن عمر. آمين. الحمد لله سماحة الشيخ، احنا يعني باستمرار قاعد ناخذ اتصالات من الأخوة اللي مستبصرين على يد هذه القناة وعليتكم الكريمة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ومعكم علقة تعال. حياك الله أخوي همام من بلي علقة تعال همام. حياك الله، بارك الله فيك، تفضل. شلونك مولانا عبد الله؟ سلامي للشيخ ياسر الحبيب. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيوني ما أدري الشيخ اليوم يعني هو أتكلم على عائشة، وأنا سامع حديث يقول فضل عائشة كفضل الثريد عن الطعام. تشريب. تشريب ثريد، احنا نقول ثريد. ايه. هاي وحدة. زين أنا أسأل الشيخ، إذا مو أم المتسقعين عائشة، من كان على الجنابة؟ دخل عليها اثنين يمكن مو؟ وسألوها عن غسل الجنابة ووقفت قدامهم وبينهم ستر خفيف كلش، وكانت تصب الماء على رأسها. زين وتعلمهم هاي شلون يعني يحكي عليها الشيخ يصير؟ نعم قصر. أنا أقول إن ذول الثنين ما أقول بي رياج يدخلوا لها، أقول مرضى هم يا ليتني كنت معكم. ليش؟ بعد ما أدري ليش أنا قاعد نحن ما أدري والله. أنا أسأل الشيخ أخوي يعني هو كذا عندك سؤال؟ سلام الكثير الكثير للشيخ والسيد مجتبى الشيرازي وجميع شيعة علي اللهم لعن عمر وأبا بكر وثالثهم كلبهم نعسل وشيخ الخنازير ابن ست تيمية وابن باز والألباني وسفر الحولي وجميع الوهابية. بعد ما طول أخاف الشيخ يقول لي لا 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 يجوز ذلك. ورحمة الله وبركاته مولاي عبد الله تاج راسنا. الله يخليك، بارك الله فيك، مشكور. الأخ همام هذا طبعا مسمى السيد أحمد، يقول هذا مدرسة لعن سيارة.
يعني يمشي ما شاء الله. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ الله بالخير. منو؟ عبد الله؟ اي لو سمحتم. حياك الله، تفضل انت على الهواء مباشرة، تفضل. الله يسلمكم، كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ الله يخليك بخير دام الشيخ. الله يحفظكم. الله يسلمكم ان شاء الله. اليوم واجهنا سؤال حقيقة من احد الاخوة المؤمنين، في كنا في نقاش حول استشهاد النبي صلى الله عليه واله، حيث ان هل النبي صلى الله عليه واله استشهد في داره، واي دار كان؟ هل في دار فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، ام في دار الحميراء عليها لعين الله؟ هذه مداخلتي، شكرا لكم. وناخذ اتصال من الأخ أمير من الدنمارك. السلام عليكم أخ أمير. السلام عليكم. حياك الله، تفضل. مساكم الله بالخير، تحياتي لأخ عبد الله. حياك الله، الله يحييك إن شاء الله. سلامي الحال لا سمحت الشيخ ياسر الحبيب، وفقه الله. الله وبركاته، حياكم الله. الله يبارك فيك. بارك الله بكم شيخنا. طبعا بارك الله بكم وجهود قناتكم الوفية والنيرة في إحياء مراسم آل البيت وتبيان شخصيتهم. طبعا هم ذول الوهابية من العرب الأزلاف اللي ما يفتهمون ولا عندهم العقل للمناقشة. طبعا أنا أتمنى بارك الله بهم ذول الشعوب، المغرب العربي الأخ التونسي والمغربي والمصري، هذول شعب واعين متحضرين يعرفون كيف يناقشون بالدليل العلمي والمنطق. فأني لاحظت كثير من الإخوان التوانسة والمغاربة من قبل سقوط الأنظمة التونسية والليبية شيعوا هنا، نحن عندنا بالدنمارك. اللهم صل على محمد. طبعاً أني قابلتهم بالرغم من كان الضيق عندهم في دولهم والممانعة من قبل حكوماتهم والمطاردة من قبل مخابراتهم، شيعوا الكثير من عندهم، وخصوصا ذول المصريين. هم طبعا هم ذول الفاطميين والدولة المهدية هناك، فإن شاء الله يرجعون إلى أصولهم، والتشيع مفتوح على أوسع أبواب إن شاء الله في مناطق المغرب العربي، ودع ذولاك الوهابيين الأجلاف الأعراب في مناطق الخليج والسعودية، وإن شاء الله يعني راية آل محمد تتنور. وسؤالي الشيخ ياسر، سمحت الشيخ، يعني كيف نثبت بفاحشة الزنا على عائشة من كتب المخالفين؟ وبارك الله بكم وفق. حياك الله أخو يمير، وتقبل الله أعمالكم ونسألكم. اللهم لعن عائشة وأبوها والشر المستودع فيها عدد ما حاط بهم علمك، وصلوا على محمد وآل محمد في أمان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه حلوة جديدة، هذه الشر المستودع فيها. الله يبارك فيك أخي يمير. وسمحت الشيخ نبدأ نجاوب على الأسئلة. أنا عندي أسئلة أخوان ساليني، وعندي ولا ناخذ اتصالات مرة واحدة براحتكم، يعني إينا. ربما الاتصالات حتى نجاوب مرة واحدة. نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي أخوي؟ محمد من الكاظمية. حياك الله أخوي محمد. حبيبي تعجب، الله يخليك. الله يخليك. أنت على الهواء مباشرة، تفضل. إيه. ألو. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. حيا. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فاجهم وفاجنا بهم بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان، لعن عاد وثمود بحق محمد وآل محمد. سنت. السلام على الأخ عبد الله الخلاط، رحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الشيخ المجاهد ياسر الحبيب، رحمة الله وبركاته. عليكم السلام والتحية والإكرام. أنا طبعا كنت مريض، وواحدة يمكن الوحدة من الجمعة اللي توبسيت بيها ما قدرت أتصل بكم، فانقهرت كلش وتمنيت قلت بس طيب إن شاء الله أخابر الشيخ ياسر الحبيب وألعن هذول الخمسة قدام الشيخ ياسر الحبيب، لأن أنا رفض بين من ألعن هذول الخمسة قدام صراحة الشيخ ينزل ما يبعد على قلب الشيخ. جزاكم الله خيرا، هو كذلك، أحسنتم وجدتم. هاي واحدة. سمحت الشيخ، سمحت الشيخ، أنت حشاك حشاك من هاي الكلمة، أنت لست الخبيث، أنت الحبيب، أنت الحبيب، أنت الحبيب، أنت حبيب قلوب محمد وآل محمد. اللهم أنت الله. حبيب الشيعة. جزاكم الله خيرا. إنما الخبيث هو العنعوه، وأنا أخذ المقولة مع سيدتي ومولاتي
زينب الحمراء عليها السلام. سلام الله عليها. إنما الكذاب وابن الكذاب هو أنت وأبوك. هاي رسالة موجهة للأرعور والآل سعود وكل ناصبي يحكي عليك ويضلك الأداء. أصغر شيخ بالشيعة هو سماحتك أنت اللي سجلت طاقاتك وعلومك وحبك لآل محمد وبغضك العائشة وآل عائشة. وبس أنت سماحت الشيخ، ما حد بداخل بالشيعة ولا واحد أحبيه هو غيرك أنت. ما حد كان يحكي هذا الحكي بس أنت، فضل الله وأهل البيت اللي خلى الشيعة يسمعك أنت، وخلى الشيعة خلى كون رب العالمين يهيئ سماحة الشيخ ياسر الحبيب وينشر الحق على لسانك أنت سماحة الشيخ. جزاكم الله خير، ادعوا لنا ان نواصل السير ان شاء الله. هاي واحدة سماحة الشيخ. سماحة الشيخ عندي سؤال، ليش عاش عليها لعان الله منعت الاكل عن النبي وقالت ماكو اكل؟ بلي نعم. لا ان شاء الله تعالى ان شاء الله نجاوبك على هذا السؤال. شكرا سماحة الشيخ، حياك الله ونسألكم الدعاء ان شاء الله. حبيبي في امان الله الصالح. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ناداهم. لحظة أخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، من معنا؟ مباشر الخط والله مباشر؟ اي نعم على طول تفضل. مباشر أنا بدي أسأل، يعني من الدين الواحد يصب على أي شيء يعني؟ شو اسمك أول بالبداية حتى أرد عليك؟ أنا اسمي زكريا الصمادي يا سيدي. زكريا، من وين تتكلم؟ أنا من الأردن. الأردن. تفضل، اي اشكال عندك اطرحه واحنا نجاوب عليه، واي حاضرين اي يعني اذا ما اذا لحظه بس اقول لك شيء اخوي زكريا، اذا المكالمه عندك مكلفه ممكن تعطيني اسئلتك مره واحده نجاوب عليها حتى لا تصير مناقشه ويكلف عليك الاتصال اكثر. ما في مشكله سيدي، احنا بس انا قاعد اسمع لمحطتكم والله. نعم تفضل. فاجئ انه يعني بيتم يعني سب السيده عائشه على الملا، مش حرام بالدين يعني؟ هل هذا من الدين يعني؟ حرام سب عائشة وهل هو من الدين؟ بعد عندك استشكال يعني يعقل أن تكون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما في التهم وأنتو يعني؟ هل يعقل أنه؟ نعم متوقع أنه اللي بسب عائشة بخرج من الملة يعني؟ نعم نعم. عندك استشكالات أخرى أخ زكريا؟ راح نجاوبك ان شاء الله، راح نجاوبك. واذا تبي شوف انا عادي ما عندي مشكله، ممكن اخليك على الخط ونجاوب على استشكالاتك استشكال، بس انا ما احب انه يكلف عليك المكالمه كثير، فناخذهم ونجاوب عليهم. بتمنى انك تجاوبني بصدق وامانه. طبعا لا طبعا، وانت لو سمحت انا شوف اخوي زكريا راح ابديك على الاخوان اللي اتصلوا، راح نجاوب عليك قبل لا نجاوب على الاخوان اللي اتصلوا، بس انت خليك مركز ومتابع للبرنامج الاخر. وانا من المهتمين بهذا الامر على فكره. بارك الله فيك، احسنت. يلا حياك الله، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سمحت الشيخ نبدا ولا الاتصالات مشكله ما توقف، فخلنا ناخذ كم اتصال بعدين نوقف الاتصالات تشيلون الارقام لاخواننا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك، بخير. حياك الله ابو سليمان من الكويت. اي نعم حياك الله. ايش اخباركم؟ الله يخليك. نشارك؟ اي تفضل انت على الهواء مباشره على طول ان شاء الله. السلام عليكم شيخنا، شلونك؟ عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله بخير، بارك الله فيك. ودي عمرك. احنا ترى الشاشه عندنا بطيئه والبث ضعيف وبطيء صاير عندنا. بس الله يعينكم، الله يعينكم ان شاء الله. عندي كلام ملاحظه بس حبيت اقولها. نعم. بالنسبه حق الاخ محمد من الكرمية، يا ريت عند بابي حواج يدعي لي بس ان الله يرزقني بالذريه، لان ما عندي ذريه. الله يرزقك ان شاء الله. بعد فيها. والشيء الثاني بالنسبه حق الاخ اللي مساعد من الاردن سب عائشه، اذا كان يطلعني من المله انا موافق ان اطلع من ملتهم وادخل مله محمد وال محمد. اذا هذه يعتبرونها مله فاحنا ما نبيها. شيء ثالث، يا ريت يعني انه يكون مثلا بالختام يعني
نعم تفضل أبو سليمان. ما ادري ان شاء الله ان شاء الله طلباتك راح نوصلها لك، ومشكور على مداخلتك وبارك الله فيك، ونسألكم الدعاء ان شاء الله. امين حياك الله في مال الله. واحنا نوجه دعوه الاخ محمد من الكاظميه هناك موجود عند باب الحوائج، يدعي الاخ سليمان ان الله يسهل عليه ويرزق الذريه الصالحه ان شاء الله. خلي يواظب هكذا بعد كل صلاه فليقرأ قوله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 14 مرة. نعم. بنية رزق الذرية إن شاء الله، الله عز وجل إن شاء الله الله يرزقك. وسمعت الدعاء أخ أبو سليمان وإن شاء الله آية قرآني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 14 مرة بعد كل صلاة إن شاء الله. أحسنت بارك الله فيك. سمحت الشيخ نبدأ بالأخ زكريا من الأردن، والظاهر الأخ أول مرة يسمع قناة فدك ومتفاجئ، يقول حرام سب عائشة وهل هو من الدين؟ وبعدين لكذا مداخلة اللي يسب عائشة يخرج من الملة. يعني أتصور أنه نحن منذ بداية حديثنا لم نوجه سبا لعائشة، وإنما غاية ما هنالك أننا بحثنا بحثا علميا، أردنا منه أن نثبت أن عائشة امرأة منافقة. هل أنت حينما تقول مثلا أنه مسيلمة كان كذابا هل هنا سببته؟ هل أنت حينما تقول عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا هل هنا سببته؟ أنت تصف حاله. فنحن كذلك أردنا أن نصف حال عائشة، يعني أردنا أن نبحث، لأن الأمة منقسمة إلى قسمين، قسم يزعم أن عائشة مؤمنة وقسم يزعم أن عائشة منافقة. وقد تبين لنا من واقع الأحاديث الصحيحة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن عائشة كانت امرأة منافقة، فهذا لماذا تعده سبا؟ يعني أتعجب من الأخ. نعم. وهل هو يخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة، على فرض أن إنسانا أيضا سب عائشة، فحيث أنه ثبت كونها منافقة فهذا كان يسب امرئ عبد الله بن أبي بن سلول مثلا ومن أشبه من المنافقين، المنافق لا حرمة له. نعم أحسن سمعت الشيخ. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كلم الشيخ ياسر الله يخليك. من معي؟ بخير. من معي؟ عباس علي من الدوحة. عباس علي اتفضل وجه السؤال، كنت على الهواء مباشرة الآن. السلام عليكم اتفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حياك الله. مرحبا عبد الله. اي نعم تفضل. نعم حالك الله يسلمك. حياك الله تفضل. يا اخي انتم يعني ما زلتم تمشون على طريق الغي والضلال لحد الان، الله الله ما هداكم لحد الان اشوف. اي نعم ما زلتم تمشون بس مفروض تمشون في طريق الباطل، في طريق الضلال. إلى متى يا أخي؟ زين إلى متى؟ ياسر الحبيب. زين اسمعني هذا اللي قاعد عنده هذا قسم بالله لا هو شيخ ولا هو سماحة. ليش؟ هذا ضال مضلل. يعني مو أنت اللي تحدد هو شيخ ولا مو شيخ، يعني أنت منو عشان تحدد هو شيخ ولا مو؟ وأنت معاه نفس الشيء. شلون؟ تمام بالله العظيم. زين ليش ما تناقشنا؟ زين ليش ما تتعب على نفسك؟ اسمع أنت اسمعني، ليش ما تتعب على نفسك علميا؟ زين شوي اقرأ لك كتاب، اتعب نفسك وافتح لك كتاب ورد علينا. ليش يعني كلام شائع؟ واحد يتطاول على عائشة أم سلام الله عليها وعلى أبيها، هذا إنسان ساقط، يعتبر ساقط للدين. يتطاول على عائشة. زين أنا بس يتطاول على عائشة ويتطاول على أبا بكر، هذا 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 الصحابي الجليل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا شيعي قسما بالله العظيم، أنا شيعي وابن شيعة وإمامي، لكني مش رافضي، أنا جعفري. اسمعني نعم رجاء ما تقطع الخط، أنا جعفري ولست رافضي. نعم هذا الكلام اللي تقولونه يا أخي هذا كفر، أنتوا ضالين مضلين، إلى متى تمشون على هذا الطريق؟ نعم يعني الحين انت قاعد الحين احنا انا فاتح لك خط، كل مره تقول لي اسمع لي ولا تقطع الخط، وانا ماني قاطع الخط، بس ابيك توجه نقد بناء، نقد يعني عشان نقدر نجاوب عليك. كلامك كله انشائي واي واحد يقدر يقوله، لو واحد يجينا اي واحد يقدر يقول هذا الكلام. حاول تناقشنا علميا، عندك اشكال نرد عليه، هذا النقاش. اما تقول لي لا تقاطعني وما عندك شيء، ما كلامك كله انشائي، قول لي شيء عشان سمحت شيخ يرد عليه. نعم كلامكم انتم كله سب،
كله الحين الشيخ من 40 دقيقة قاعد يقول لك عباس عباس اسمع 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 الحين 40 دقيقة قاعد يعطيك حديث من عندكم ارضى عليه والله يرد عليه يا اخي رد عليه حديث من موجود اتعب على نفسك عطني 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 الحديث وخلي خلي الحين ممكن اكلمه مباشره الحين انا بس انا بقول لك شيء خلي كلامي مباشره نعم تمام. تفضل وسمعت شيخ معك يسمعك بس ابي اقول لك شيء لا اسمعني هو مش سماحه اسمعني والله العظيم ما يستاهل لك سماحه ولا لا لحظه خليك محترم بالكلام انت اساس نحترمك ما تسمي سماحه ولا تسمي شيء لحظه احنا مو محترمينك وقاعد نعطيك مجال تتكلم لا بس خليك محترم بالطرح حتى نجاوب عليك يا اخي انا محترم غصب عنكم ولا تسبون الدين تسبون الصحابه لا ليش لا سماح الشيخ ما قاعد يتكلم باحترام لو يتكلم باحترام هنا هذا الاخ تو يقول انا هذه حلف يقسم بالله انا شيعي الاخ تو بكري وبكل احترام احترمنا بس ما قاعد يحترم قاعد يتجاوز ما نقدر نعطيه مجال السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عبد الله اقدر على هذا الاخ لا اخوي محمد الله يخليك عندي وايد اسئله بارك الله فيك نسالكم الدعاء الله يخليك بس عطنا ان شاء الله ادعي للاخ ابو سلمان بن الكويت يمضي الحوائج بارك الله فيك الله يخليك حبيبي مشكور الله يطول عمرك حياك الله سمحت شيخ كنت افضل انه ما يعني لا يتجاوز لا اذا بادب واحترام ويطرح شيء هو قلت لا تتعب على نفسك اقرا لك كتاب مو راضي بس كلام ما يتكلم بادب هو يريد انه يبدو على هكذا انه يفرغ الشحنه التي في داخله بس يريد هكذا والا لم يناقش شيئا ما ناقش شيء يعني قاعد يقول كلام الشاي السلام عليكم السلام عليكم انا عاتل الجزائر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد تفضل انت على الهواء مباشره تفضل ما شاء الله يا اخي ما شاء الله تفضل السلام عليكم اخي عبد الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوات الله اللهم صل على سلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومغفرته الله يحفظكم إن شاء الله بارك الله بك ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله أنا أعترف بك يا شيخ أستغفر الله إنني أريد فقط يا شيخ أقول لك لك أن تصير أقوياء إن شاء الله إن شاء ما شاء الله يحاربون يحاربون الذين لا يريدون يفقون ويحترمون علم الأطهار عليهم السلام صلوات السلام ولكنني أخ عبد الله نعم أريد الاتصال بالأخ بالشيخ تيجان السماوي أي نعم شكرا إن شاء الله مشكور وبارك الله حياك الله يا أخ عبد الله حياك الله لا ينتظركم إن شاء الله الله يخليك بارك الله فيك أخو ياسف نسألكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ورحمة الله وبركاته شكرا بارك الله فيك سمحت الشيخ سؤال الأخ عبد الله خلي بس ملاحظة لهذا الأخ الأخير شنو اسمه اللي من قطر عباس بس سمعت شيخ عندنا الخط أنا الأخوان شايلين الأرقام وهم في اتصالات بس دقيقة عندك دقيقة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تفضل عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي كيف الأحوال حياك الله من معي معك محمد علي من بريطانيا حياك الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام تعال هوا مباشرة تفضل شيخ من جليل السلام على من أحب أهل البيت السلام على من يدافع عن حق أهل البيت السلام على مالك الأشتر في هذا العصر السلام على ياسر الحبيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ من جليل لي بعض الأطروحات وبعض النقاط حقيقة الصدمة الآن ليست من البكرية ولكن من الذين يسمون أنفسهم شيعة وموالين لعلي بن أبي طالب نرى الآن الحملات ضد الشيخ ياسر الحبيب لأنهم لن يستطيعوا أن يعملوا كما عمل ياسر الحبيب لأنهم لم يوفقوا هذا العمل يحتاج إلى توفيق مولانا أنت من أنصار الإمام المهدي وهذا الشيء لا يحصل إلا بتوفيق الله فقد اصطفاك الله للدفاع عن أهل البيت وعن محمد وآل محمد فدع الذين يقولون ودع الذين يتحدثون فإنهم الله أعلم بقلوبهم وبنواياهم أما الأطروحة الأخرى سمعنا الكثير من الناس ينتقدون الشيخ ويقولون الشيخ يحسب على الخط الشيرازي هناك محمد رضا الشيرازي كان طرحه أكثر
عدم تهجمية وأكثر منطقية وأكثر سلاما وهدوءا، ولكن نقول لهم ماذا فعلوا بمحمد الرضا الشيرازي قدس الله روحه الزكية؟ ماذا فعلوا به؟ قتلوه، بعثوا من يدس له السم فقتلوه، وأنتم تعلمون من قتله. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالشيعة، وحقيقة لنا تساؤل نحن الشيعة الآن، هذه الحملة ضد ياسر الحبيب وضد قناة فدك لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لإرضاء البكرية؟ هل الحملة ضد ياسر الحبيب تفرح الإمام القائم؟ تدخل السرور على الإمام القائم إذا كانوا هم شيعة؟ لمصلحة من يا أخي؟ وكذلك إذا كان طرح الشيخ ياسر الحبيب وطرح قناة فدك فيه الإساءة إلى البكرية، ما الضير في ذلك؟ ما الضير في ذلك؟ ماذا يريدون؟ ماذا إلى أين يريدوا أن يوصلونا؟ لقد تعودوا على الذل شيخنا، ويجب أن يكون الشيعي ذليلا، ويجب أن يكون الشيعي راكعا، ويجب أن يكون الشيعي منطويا تحت الروايات والفكر البكري حتى يستطيعوا أن يسيطروا عليه. ونرى الآن حوزة فلان وحوزة فلان وحوزة فلان والمرجع الفلاني، ولم يقدموا لأهل البيت كما قدم ياسر الحبيب. نسمع كل يوم متشيع، ونسمع كل يوم مستبصر بفضل هذه القناة المباركة وبفضل جهود الشيخ ياسر الحبيب. فدعهم يا شيخنا الجليل، دعهم، فإن الله يعلم أنهم إلى الدرك الأسفل من النار، وأنت إن شاء الله مع محمد وآل محمد في الجنة ونعيمها. وحقيقة لي طرح آخر ولي مداخلة أخرى. هؤلاء يوم أن سمعت أخي عبد الله الخلاف يقول إنهم سألوا بعض العلماء، فإن أمام الكاميرات وأمام الناس وأمام الجموع يقولون طرح الشيخ ياسر الحبيب طرح فيه حد وفيه تهجم على البكرية، وفي الجلسات الخاصة وفي بيوتهم عندما أحد يسلم يقولون لا ينطق ياسر الحبيب إلا بالحق. شيخنا، نحن نطالب هؤلاء بمباهلة وبمناظرة أمام الملأ وأمام الناس على التلفاز كما تناقش البكرية وكما تحاجج البكرية حاجج هؤلاء. شيخنا، يجب فضح هؤلاء والله، فإن الألم وأن الحيف الذي جاء من الشيعة من هؤلاء. شيخنا، طالب بمناظرتهم أمام الناس علنا في شاشة التلفزيون وشاشة فدك. أعتقد أن شاشة فدك وقلبك يا شيخنا مفتوح لهم إذا أرادوا النقاش. فماذا يقولون؟ هل يقولون أن فاطمة الزهراء على باطل والعياذ بالله، وأبا بكر الصديق وعمر على حق؟ دعهم يأتون إلى القناة وناظرهم أمام الملأ، ووفقك الله فيما فيه الخير والصلاح، وحفظك من شر الأشرار بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت أخوي محمد، وإحنا من عندك إلى جميع أدعياء التشيع وإلى عمائم العالم الثالث الرابع الثاني أي مناظرة، قناة فدك مفتوحة، وسمحت الشيخ يقدر يناظر أي واحد يبي يجي وعنده إشكال على طرح سمحت الشيخ. لعله أتحفظ أنا على نعم. هذا الطرح إن شاء الله أفصل فيما بعد. نعم إن شاء الله أنت تفصل. السلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يشارك لو سمحت؟ رحم الله والديك. أنت على الهواء مباشرة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. من معاي أخوي لو سمحت؟ أبو يعقوب من لندن. أبو يعقوب تفضل. نعم حياك الله. واللعنة الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الأولين والآخرين. اللهم يلعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية. سؤال شيخ العزيز، السلام عليكم شيخنا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أيها الشيخ المجاهد البطل، وإلى الأخ عبد الله حفظكم الله ورعاكم. الله يحفظك. الله يخليك. بنصر الحق. حياكم الله وبياكم. والله يعلي صوت قناة فدك بإذن الله تعالى وبركة محمد وآل محمد. اللهم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. إلهي آمين. سؤالي أيها الشيخ الحبيب المجاهد، يسأل أحد المخالفين من أتباع المذهب الباطل، يقول لماذا اصطحب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر إلى غار ولم يصطحب غيره من الصحابة إذا هو كان يعني باطل حتى قول هذا
الأخ الوهابي. وشكرا وجزاكم الله خير الجزاء. وأحب أن أقول لإخواني المؤمنين في كافة أنحاء العالم وخاصة شيعة أمير المؤمنين الذين يوالون صوت الحق صوت محمد وآله الطيبين الطاهرين أن يقوموا التبرع لهذه القناة الفاضلة، وخصوصا أهلي في العراق، لتسير كلمة الحق في وجه الباطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخوي أبو يعقوب، وطيب الله أنفاسكم إن شاء الله. عندك والله شيخنا ما احنا الشيخ يسمونه حذفنا الارقام والاتصالات ماضية توقف. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام، من معي؟ عبد الجليل من فرنسا. عبد الجليل من فرنسا، تفضل مع انت على الهواء مباشرة اخ عبد الجليل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. سيدي، هل يصح تشيعي بلا تقليد؟ لأن التقليد تقليد عالم صعب. والسؤال الثاني، هل تصح صلاتي مع الجماعة؟ جماعة البكريين قصدك؟ البكريين، نعم. نعم، إن شاء الله راح نجاوب على سؤالك. وبارك الله فيك أخوي عبد الجليل، ونسألكم الدعاء. إن شاء الله. حياكم. مع السلامة. احنا بنوقف الاتصالات اعزائي مشان يعذروني، راح توقف الاتصالات حتى نبدا نجاوب. شيخنا قبل لا اخذنا اخر اتصالات قلت لي عندك مداخله على عباس علي اللي يقول انا شيعي. يعني انا يعني عليه، يعني اذا كان يعني بكريا ليس ضروريا انه ياتي يمثل انه شيعي. لا يوجد شيعي على وجه الارض يحترم عائشة ويحترم أبا بكر ومن أشبه، إلا إذا كان الرجل فعلا فاهم التشيع بشكل غلط. يعني ربما هو مثلا ما أدري من مذهب هجين، مثلا من هو مثلا دخل التشيع من باب آخر. اللي تصور أنه هنالك فرق بين التشيع أو الشيعي الرافضي والشيعي الجعفري على حسب كلامه، يعني يقول أنا جعفري ولست رافضي، هذا ماكو شيء من هذا القبيل. يعني عندنا الجعفري حقا هو الرافضي، يعني ماكو فرق بين الاثنين. وإذا كان هنالك فرق فليبينه لنا، يعني من أين جاء به. على أنه إذا هو طلع في يعني مرة أخرى ماكو مانع، يعني أنا أعطيه المجال. هو يريد أن يتكلم معي مباشرة، ربما يريد أن يتجاوز، ربما يريد أن مثلا يهينني مثلا على الملأ، لكن أعطيه الفرصة. ربما الرجل يريد شيخ أن يفهم شيء، إيه يفهم شيء مو بهذه الطريقة. يعني ما أعطينا مجال، يعني يقول لا تقطعون، أقول أنا مو قاطع عنك الخط، بس قاعد يتكلم بكلام يعني صادق. واضح أنه من الداخل يعاني من حرقة، ما قادر يتحمل. والعجيب أنه هكذا يقول أنه كل الكلام الذي تأتون به كذب. أتعجب من ذلك. يعني أنا جئت برواية صحيحة يرويها حتى العدو، أبناء عائشة يروونها، وهذه الرواية تنسف إيمان عائشة. ماذا يريد مني أكثر من ذلك؟ لماذا تتهمني بالكذب وأنا لم أكذب؟ يعني هل أنك أنه الآن أنت رجعت إلى مسند الشاميين للطبراني، ورجعت إلى بقية المصادر التي ذكرتها ووجدت أنه لا وجود لهذه الرواية مثلا، أو رجعت إلى المصادر التي ذكرتها في توثيق رجال هذا السند ووجدت أنه ما قالوا هكذا؟ يعني علينا وعليك أنت أن تحترم عقلك أولا، كل يحترم عقله، وثم تحترم من يستمع إليك. الآن الملايين ربما يستمعون إليك ويرون أنه كلامك مثل ما تفضل الأخ كلام إنشائي، هو عبارة عن هجوم وحدية في الطرح، وكان بإمكانك أنه تناقش المسألة بشكل يعني أصولي وبشكل هادئ، أنه تعال إحنا الآن على ماذا مختلفين؟ أنتم تقولون أنه عائشة مؤمنة وفي الجنة، نحن نقول عائشة منافقة وهي في النار. ما هو دليلكم؟ ما هو دليلنا؟ هذا هو البحث. الآن أنا عرضت دليلا من الأدلة، من عشرات الأدلة، وأقمت الدليل على كون هذا الدليل دليلا ثابتا لا يقدح فيه شيء. هل باستطاعتك علميا أن تفند هذا الدليل؟ أهلا وسهلا. وثم لا يهمني أنه
تعترف بي شيخا وتعترف سماحة تعترف هكذا. هذا الآن ليس، شوف هذه مسألة الشخصيات الآن لا تدخل في النقاش العلمي. في النقاش العلمي يكون النقاش مجردا عن أنه من قال، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، هكذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإحنا نقول هو ترى كذا مرة يتصل ونعطيه مسح، أو بالأول أيام كان يسبسب يعني على طول كنا نغلق الهاتف، بعدين لما شاف إن هو في طور الترويض الآن فعطيناه مجال، نزل إلى هذا المستوى، صار يعطي شوي يسأل سؤالين، بعدين هنا عطينا مجال رجع الحالة النفسية مالته. الحين الله يهدي، اقرأ لك كتاب، اتعب على نفسك، روح لك، خليه يتصل مرة أخرى، ماكم أنا، روح لك حق واحد، خذ من عنده رواية، خذ من عنده شيء، خذ منه رد على هالكلام وتعال ناقشنا فيه، وبعدين الله يهدي، يمكن أنا الحين أسمع كلامك وأسمع كلام اللي أنت تتبعهم، يمكن أنا أصير بكري، ما أبي، بس عطني دليل يقنعني، شيء عجيب يعني، بس يبي يعني يتكلم كلام. خلنا ناخذ الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام أخي الفاضل، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. والله يا أخي صار لي الحين حوالي 12 دقيقة حتى باللغة الإنجليزية أتحدث، بس ما زين إنك رفعت أخي الفاضل. اسمي طلال يا أخي من المملكة العربية السعودية. طلال، حياك الله، تفضل طلال. الله يحفظ عمرك يا أخي، كيف الحال أخي عبد الله؟ أي نعم، على الهواء مباشرة أنت، تفضل. أحييك يا أخي الفاضل وأحيي روحك الطاهرة. الله يحييك ويبجيك، احنا خدام اهل البيت. شيخنا الفاضل الحبيب، حياكم، ايده الله بمن ايده بتأييده، حياكم الله وبياكم، اهلا وسهلا بكم. الله يحفظ عمرك يا اخي، ويسدد خطواك وينور بصيرتك كما نورت بصيرتنا. اخي الفاضل الاستاذ عبد الله يا ابو خلاف، عندي مرتكزات عقليه وارجو ان تسمح لي كما سمعت الاخرين ولا سيما المخالفين. انا الان ربع ساعة أتحدث حتى باللغة الإنجليزية، بس دائما مشغول. الآن اسمح لي سيدي الفاضل أتحدث بما أرتئيه أخي الفاضل. نعم، نعطيك مجال، تفضل، بس اختصر الله يخليك. إن شاء الله سيدي الفاضل. أخي الفاضل، المرتكزات العقلية التي أحب أن أشير إليها لابد من توضيح حتى يتضح ماذا يرتئي ويجول في خاطري. الأخ الذي تحدث قبل قليل، الشاعر يقول عنه: يهتف بالجو هتافا بحياة قاتلي، يا له من بغبغاء عقله في أذنيه. أما سيدي الفاضل، الله تبارك وتعالى يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وجاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه في سورة التوبة. أخي الفاضل، الأخ الذي طلق زوجته في تونس، أخي الفاضل علي عليه السلام كرم الله وجهه يقول: لا تستوحشوا عن طريق الحق، وأن قل سالكوه، فإن الناس إذا اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. أخي الفاضل علي يقول: شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري، وقر سمع لم يفقه الواعية، وكيف يراعي النبأة من أصمت الصيحة، فشتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لا لقيت حبلها على غاربها ولا سقيت آخرها بكأس أولها. أخي الفاضل، هذه مقدمة الذي أن أريد أن أتحدث عليها، عندي مهمة جدا أخي الفاضل. قبل شهر ونيف أخي الفاضل، خرج علينا أحد المتخصصين في علماء النفس واسمه طارق الحبيب، يقول عن سيد البشرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول عنه أنه ناقص، عندما تزوج خديجة كان ناقصا معنويا. أرجو من شيخنا الفاضل المناضل مالك الأشتر الثاني الحبيب أن يوضح لنا بأن سيد البشرية ناقصان، وعدنا سيد الفاضل أستاذ الخلاف عدنا في الزيارة، نقول: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلمات ثيابها. هذه الإمام الصادق عليه السلام. نأتي إلى زيارة أخرى يقول عنها: يقول عنها الإمام الصادق: خلقكم الله أنوارا وكنتم بعرشه محدقين حتى من الله علينا بكم.
يعني الله من علينا بأهل البيت عليهم السلام، فهذا يأتي ويقول أن سيد البشرية ناقص معنويا لأنه علم الناس. لما ما يأتي الذي يقول عن أن لما الطفل الرضيع يشرب من ثدي أمه يقول يلتذ باللذة الجنسية، ما يحلل في هذا الشيء. إلى ريني فرويد كوني كباحث سياسي وسيكولوجي ما يهم هذا. أخي الفاضل، الركيزة الأخرى التي تحدث عنها لأني انتظرته كثيرا، أخي الفاضل، الأخوة الذين الآن قبل قليل من الأردن والذي قال عنه شيء، هو ليس بشيعيا أخي الفاضل. يا أخي الفاضل، نحن ما علينا، بما أن سيدي الفاضل نحن على الحق فنمشي عليه، كما قال عنها سيد أخي الفاضل إمامنا الحسين أخي الفاضل كما قالها إلى ابنه علي، أوليسنا على الحق؟ قال بعد والذي لي مرجع العباد. أخي الفاضل، الكلمة الأخيرة الذي أريد أن أحب أن أوجهها أخي الفاضل لكم، شكرا على قناتكم وعلى الفكر هذا، ونحن مع الحق. أخي الفاضل، أنا قبل في شهر رمضان اتصلت إلى الكوثر، قناة الكوثر، وبعض الكوثر هي بعض الأحيان تستضيفني لأني فأبحث في الشأن الفكري. بس في نقطة مهمة، اتصلت مرة من العراق من مثلث السني من الرمادي وقالت أن الوهابية يقولون أين الآية عن الإمام الحجة، فاتصلت أنا أرد عليها، فاتصلت وقلت أن سنمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم متون، المهم لأنهت الآية، فقلت له علي يقول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله اطلع على أهل الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا فأولئك منا وإلينا، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. كان الشيخ الأسد موجود، الأسدي أو أسد قصير، والمقدم معروف أخي الفاضل، على طول أغلق وقال كذا وكذا. قلت له هذه يبغى الوحدة، قلت له إذا كانت الوحدة علشان أهل البيت نحن فلتذهب الدنيا كلها إلى جهنم، كما يقول مانك هرني أخي الفاضل، هل أنت بين أخي الفاضل، نحن ما علينا بهؤلاء. بس حبيت أوضح وشكرا لكم وآسف على الإطلاق. حياك الله، بارك الله فيك أخوي، أحبكم الله في الدنيا والآخرة، أشكرك على مشاركتك، أدعو لكم في الدنيا وفي الليل والنهار، الله يبارك، أشدوا على أياديكم عن طريق الحق يا أخي الفاضل. الأخت الفاضلة سيدي الفاضل الذي هي في تونس، نأمل من التيجاني أن يرعاها في قفصة، هذه الأخت الفاضلة سيدي الفاضل، وشكرا لكم، الله يخليك، بارك الله فيك، حياكم الله، أحبك الله في الدنيا والآخرة أخي الفاضل. شيخنا الأخ عبد الله من تصن بحرين يقول، هل النبي استشهد في داره أم دار الزهراء أم دار عائشة؟ الذي انتهينا إليه من الاستظهارات الروائية والتاريخية أنه استشهد في حجرته النبوية الخاصة، وهذه الحجرة لم تكن لا دارا لعائشة كما أنها لم تكن دارا لعلي والزهراء صلوات الله عليها، وإنما كانت تلك الدار الخاصة التي يستقبل بها الوفود. وكان أيضا أحيانا يعني يعتكف فيها صلى الله عليه وآله ويتعبد فيها، فنسبت إليه حصرا، لما يقال هكذا حجرة النبي فهي هذه الدار، وهي نفسها التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وآله واستشهد فيها والتي دفن فيها. أما القول بأنه كان في بيت عائشة وما أشبه فهذا من الكذب، وتفصيل ذلك كله في كتابنا كتاب الفاحشة بالأدلة والمصادر إن شاء الله تعالى. أحسنت سماحة الشيخ. الأخ أمير من الدنمارك يقول، كيف نثبت بفاحشة الزنا التي ارتكبتها عائشة من كتب البكرية، مع أن بالدنمارك نقول الأخ سهل أن يوصل لك الكتاب، بس إذا طلع على الكتاب يعرف هنالك أكثر من دليل من مصادر أهل الخلاف تشكل هذه الأدلة بمجموعها قرائن على صدق هذا الذي جاءنا عن أئمتنا عليهم السلام في وقوعها في الفاحشة، وتفصيل ذلك أيضا في الكتاب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صغير وماما رافضي. حياك الله، من معي؟ شو اسمك؟ قول لي. أنا أمير. لا، أنا همام صغير رافضي. همام صغير، حياك الله، تفضل همام صغير. الله، السلام عليكم سيد الشيخ ياسر حبيب. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إن على عمر وأبا بكر وعمر وعائشة
وعمر. هو ده يسمع من التلفزيون يمكن. الظاهر لا تسمع من التلفزيون حبيبي، خليك على الهاتف. والله طلع ناس. همام، والله لن نلعن، لن نترك لعن وسب وشتم رموز القوم حتى يكفوا عن الترضي عنهم. احسنت احسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك. وهذا ابني حلفني قال الا لعن عمر بابا، ليش بس انت؟ يجب علينا ان نربي اطفالنا على لعنهم بل وسبهم، ورحمه الله وبركاته مولاي. حياك الله، مشكور، بارك الله فيك، ونعم التربيه، بارك الله فيك. السلام عليكم. بمناسبة هذا، قد يستفشع أحدهم أنه كيف يربون أبناءهم على السب. على هؤلاء أن يلتفتوا جيدا أنه إنما نربيهم على ذلك حتى لا يغتروا ولا ينخدعوا بهذه الشخصيات. نعم، لأن الأمة الأبناء إذا لم يسمعوا منذ الصغر ما يوحي إليهم من قبل آبائهم أن هذه شخصيات ملعونة ومنافقة ومجرمة وهي في دائرة الإبعاد، واللعن إبعاد، وكذلك لا. السب بهذا العنوان أو بهذا المجرى، فإذا لم يسمعوا ذلك لعلهم ينخدعون بهؤلاء ويغترون بهم، ونحن لهذا لا نريد، هذا ما لا نريده. وقد قال الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه لما سئل عن أبي بكر وعمر قال: إنا معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما. نعم، فنحن نقتدي بإمامنا الباقر صلوات الله عليه. سلام الله. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. هلا. من وياي؟ قواك الله ابوي. هلا، الله يقويك. من معي؟ تفضل. انا الشيخ احمد ساعه قال خلي يكلمني مره ثانيه، ممكن تحولني عند الله يرضى عليك؟ اي نعم، بس لو سمحت يعني انت الحين على الهواء مباشره موجود، وانت انا اكلمك عبد الله الخلاف، بس اطرح سؤال ونناقشه ونرد عليك. مرحبا يا عبد الله، حياك الله، تفضل. زين، انا ابغى اكلم الشيخ مباشره اذا ممكن. نعم انا اسمعك، تفضل. مرحبا يا شيخ ياسر، حياكم الله، اهلا وسهلا. انا المره بتجاوز بقول لك يا شيخ، مع انك انت سب صحابه رسول الله والصحابة سب زوجه رسول الله، لكن بقول لك يا شيخ عشان ترضى، بس ارضي غرور لا فيك. انا يا اخي انا ليس مهما عندي، لا ترضيني، وانما كل ما هنالك ارجو ان تناقش الافكار فقط مع قطع النظر عن الشخصيات. الآن الله يسلمك. تفضل، انا استمع لك على الرحب والسعه، استمع لك ولاشكالاتك وان شاء الله اجيبها. الله يحييك ان شاء الله، وارجو ان الله يهديك ان شاء الله ويهدي الاخ عبد الله اللي كل ما حد اتصل ولعن ابو بكر وعمر. هذا خير ما تصل. بس انا عندي سؤال، ممكن يعني ما ادري ليش الابتسامه هذه، يعني ممكن تسمح على لي صحابه رسول الله عباس، الاخ عباس، ممكن تسمح لي بسؤال واحد اذا ممكن قبل؟ تفضل، الله يسلمك. بتسألني عن مذهبي، أقول لك قسما بالله العظيم أنا شيعي. أحسنت، جيد. طري ومش رافضي. أنا على مذهب الإمام جعفر الصادق. جيد. لك معي الله يرضى عليك. أحسنت. من هو؟ هو أنا حتى أستيقن، يعني اسمح لي، لأنه أظن من حقنا أن نستيقن، يعني من هو الإمام العاشر؟ الإمام العاشر؟ بلي. والله يا أخي لو قلت لك أنا ما أعرف الأئمة صدقني. أنا أسمعكم. يا اخي شلون تقول انا شيعي وجعفري؟ شلون ما تعرف؟ انا شيعي، مش لازم اعرف، اعرف الله سبحانه وتعالى، واعرف رسول الله، واعرف الخلفاء الراشدين الاربعه رضوان الله عليهم وارضاهم، ابا بكر وعمر وعثمان وعلي. الاربعه الراشدين رضوان الله عليهم وارضاهم، ما تعرف ائمتك الاثنى عشر وتقول رضوان الله عليهم مليون مره والله، وانا شيعي وجعفري قسما بالله، واشهد الله واشهد الملائكه اني انا شيعي، من ابي شيعي ومن امي شيعي ومن ظاهر شيعي. الحين تفضل قول اللي عندك، سمحت الشيخ يرد عليك، وانت الحين على الهواء مباشره مع سمحت الشيخ، تفضل. زين، هذا انا مع الشيخ اقول له، انت الان يا شيخ ياسر، شنو مدى استفادتك الان انت من لعن صحابه رسول الله؟ هل بهذا السب واللعن والطعن يعني تتمنى ان هذا يزيد في ميزان حسناتك مثلا، ولا حسنات المستمعين، ولا تتامل ان هذا الشيء يعني يكون هذا يكتب في صحائف اعمالك يوم القيامه؟ يا أخي أنت الآن لما تقعد تلعن صحابة رسول الله، هذيل اللي حملت المشاعر للدين، هذيل
أبا بكر يا أخي هذا اللي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحارب وجاهد، وكذلك عمر اللي فتح فارس وأسلم أهل إيران كلهم بفضل أبو بكر بفضل عمر رضوان الله عليه في موقعة القادسية، ولولا عمر ما كانت إيران تعرف أصل الإسلام ولا شيء. نعم نعم. بعد مداخلاتك كلها راح تغلق. الآن الآن أنا استمعت لكلامك وأرجوك خليك معي على الخط. الآن خليك معي على الخط. أنا لا أريد الآن أنه نتشتت في الحديث. أنا أقول أنت هل سمعت الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي جئت به عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي الله صلى عليه وسلم وعلى آله وسلم، ونفى فيه إيمان عائشة؟ ماذا تقول بهذا الحديث؟ رسول الله نفى إيمان عائشة زوجته. إيه تصدق؟ تريد أنه أكرر لك الحديث أم لا؟ والله أكرر. هذا الحديث خلي أكرر. أنا ما أخذ فيه لأن اسمح لي خلي أكرر لك. غير متواتر. أنت عندك لا عندك أنت الآن مسند الشاميين للطبراني؟ إذا ما عندك بإمكانك تروح إلى هذه الأقراص أو إلى الإنترنت، إذا عندك إنترنت اكتب مسند الشاميين مثلا للطبراني، الحديث هذا رقمه سجل عندك الله يخليك 1171. الحديث سنده صحيح 1171. الحديث صحيح. ماذا يقول فيه؟ يقول عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها مع أبي بكر فقال لها رسول الله يا عائشة أطعمينا، فقالت والله ما عندنا طعام، فقال أطعمينا، فقالت والله ما عندنا طعام، فقال أطعمينا، فقالت والله ما عندنا طعام، فقال أبو بكر يا رسول الله إن المرأة المؤمنة لا تحلف على الشيء أنه ليس عندها وهو عندها، يقصد ابنته عائشة أنها امرأة مؤمنة ما تحلف كذبا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وما يدريك أمؤمنة هي أم لا. أجب. معانا الأخ عباس. معاك الله يسلمك. الحديث بداية البرنامج 40 دقيقة سمحت شيخي يناقش المتن والسند والرجال وشرح الحديث شرح كامل وتفصيلي. الظهر أنت سمعت لنا بعد ما انتهى سمحت الشيخ من شرح الحديث. ما سمعت والله ما سمعت الحديث. طيب ولا علي من هذا الحديث. شوف يا أخ عباس هذا الحديث حديث صحيح. زوجة الرسول. إيه زوجة الرسول صحيح. زوجة الرسول. هل لا يمكن أن تكون في زوجات الرسول منافقات؟ هذه الآيات صريحة. أين إثباتك من القرآن على أنه نزلت هذه الآيات في عائشة؟ هي لم تنزل في عائشة. الآن إحنا لا نتشتت. شوف لا تخرج من هذه النقطة إلى نقطة أخرى. أولا إجماع الأمة قائم على أنه يمكن أن يكون في زوجات الرسول صلى الله عليه وآله منافقات، والدليل على ذلك أن إحدى زوجات الرسول ارتدت من بعده وآمنت بمسيلمة الكذاب وهي قتيلة بنت قيس الكندية. بإمكانك أن ترجع إلى التواريخ وكتب التراجم تعرف أن هذه المرأة التي كانت من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله ارتدت من بعده وآمنت بمسيلمة الكذاب، قتيلة بنت قيس الكندية. هذه احفظها. فإذا 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 أنت بس عليك أن تبحث. يا أخي أنت بس عليك. أنا لذلك هاي هي مشكلتي بصراحة. أنا مشكلتي مع هذه الأمة ما هي أنها أمة أول آية نزلت عليها على رسولها صلى الله عليه وآله اقرأ، وهي أمة لا تقرأ. ماذا أصنع أنا مع الجهل المتفشي؟ بالله عليك أخبرني. أنا أقدم لكم الأدلة وأرشدكم إلى المصادر وأقول يا قوم اقرأوا حتى تعرفوا هذه الأمور. أنا ما مسؤوليتي إذا أنتم لا تقرؤون وفقط تتصلون تسبون تشتمون وتقولون أنت طعان أنت سباب. أنا أقول لك الآن، أولا نساء النبي صلى الله عليه وآله فيهن منافقات، أثبت ذلك التاريخ، أثبتت ذلك السيرة. أساسا هو القرآن الكريم يضرب مثلا لعائشة وحفصة بامرأتين منافقتين كافرتين، زوجة نوح وزوجة لوط. المسألة واضحة. هذه الله يرضى عليك. ضرب الله مثلا للذين كفروا
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الله عز وجل يوضح لنا أنه مو مجرد الزوجية، يعني مجرد أنه امرأة تتزوج نبيا خلص هذا معناه أنه نخلي على هذه الزوجة جارنتي مثل ما يقولون أنه خلص صارت مؤمنة وشريفة عفيفة إلى آخره. لا مو شرط. والدليل على ذلك هذا أنه قتيلة بنت قيس الكندية ارتدت صارت من جماعة مسيلمة وهي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نحن بين أيدينا حديث صحيح صريح يثبت هذا الحديث أن عائشة امرأة منافقة. النبي يقول وما يدريك أنها مؤمنة أم لا، يعني إيمان عائشة أنت من أين جئت به؟ ما هو الدليل على أن عائشة امرأة مؤمنة وليست منافقة؟ وكيف تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي لا يمكن تزوج نوح ولوط زوجتيهما الكافرتين ولا يبادر إلى عمل إلا ما المشكلة؟ نعم نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة بأمر الله، ولكن مثلما أمر الله نوحا أن يتزوج تلك المرأة الكافرة المنافقة كما أمر الله لوطا أن يتزوج تلك المرأة الكافرة المنافقة. ما هو الإشكال؟ يعني شوفوا عندكم خلط، تتصورون أنه كل امرأة تزوجها النبي امرأة مؤمنة. لا يمكنك أن تقول هذا. لماذا؟ لأنه ثبت عندنا بالقرآن وبالسنة أن الأنبياء نكحوا أزواجا كن كافرات وكن منافقات، وثبت لدينا كذلك في السنة القطعية أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تزوج نساء ثم بعدما انكشف نفاقهن طلقهن، كتلك المرأة التي لما مات ولده إبراهيم عليه السلام قالت وكانت زوجة للنبي قالت لو كان نبيا ما مات ابنه، فكانت هذه كلمة كفر ونفاق، فرسول الله طلقها، طلق أسماء بنت النعمان، طلق غيرها من النساء. فهل كل زوجة تزوجها النبي كانت بالفعل مؤمنة؟ لا يقول بهذا عاقل، وإلا لماذا طلقهن النبي؟ ثم لو كانت كل امرأة مؤمنة فكيف ارتدت إحداهن بالإجماع وهي قتيلة بنت قيس الكندية؟ ماذا تصنع مع هذا؟ فإذا لابد أن نناقش كل زوجة على حدة، نشوف نعرض هذه الزوجة على الموازين القرآنية والنبوية على موازين الشرع، نرى هل أنها كانت مؤمنة أم منافقة. إذا تبين لنا أنه هذه المرأة من زوجات رسول الله كانت مؤمنة توليناها، وأما إذا تبين أنها منافقة فبرئنا إلى الله عز وجل منها. نحن الآن الذي نعرضه حديث صحيح يدل على كونها منافقة. أنت ينبغي أن تحصر النقاش في هذه النقطة. تأتي تقول يا شيخنا أو يا ياسر الحبيب هذا الحديث مثلا كذب، أو هذا الحديث غير صحيح، أو هذا الحديث لا يؤخذ به. هكذا يكون النقاش العلمي يا أخي. أما أنه تأتينا بأشياء أخرى لا علاقة لها بهذا الموضوع فهذا بعيد عن العلم، بعيد عن النقاش العلمي. نعم موجود أخ عباس؟ معاك يا أخ عبد الله، والله ما أعطينك، والله ما أعطينك فرصة، ونبيك نبيك تتنور بهالحديث هذه وبهذا. نور نفسك يا أخي واتعب على روحك اقرأ. احنا الله يسلمك عارفه ان هذا زوجات الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ما ينبغي ان نتزوج واحده ثم هذه الواحده تكون عاهره من بعده. فالله سبحانه وتعالى هو ما يرضى على نبي على خير البشر على على على, على النبي رضوان الله يعني. تقرا القران ام لا؟ اما بلغك قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. من يأتي؟ ولكن هي ما أتت. هل إذا كان لا يأتي وكان مستحيلا فلماذا الله عز وجل ينذرهم يحذرهن منه؟ الله حكيم ولا يأتي الله عز وجل لا ينزل سورة آية لا لا شوف هنا صار عندك خلط. شوف يا أخي شوف هنا القاعدة هكذا، القاعدة أن المسلم اسمعني حتى يتبين عندك، القاعدة أن المسلم
يؤمن بأن الله عز وجل حكيم. معنى الحكمة ما هو؟ أنه يضع الشيء في موضعه. لو أن رجلا جاء لابنه الذي يعلم أنه لا يرتكب فاحشة، أو جاء لابنته وحذرها من ارتكاب الفاحشة، لكان سفيها، لأنه إذ يعلم من ابنته أنها مؤمنة شريفة عفيفة، فحين يقول لها لا تقعي في الفاحشة المبينة يقال له أنت ما جئت بكلام في موضعه، هذا مو مناسب كلامك، هذا مو صحيح، أنت شنو تشك ببنتك؟ عندك شك بها؟ الآن لو رجل يعلم من ابنته، هو رجل مؤمن متدين، ابنته مؤمنة متدينة كذا، وعائلة متدينة محترمين، يجي يقول، تخيل هكذا يجي يقول لبنته أنه ترى يا بنتي مو تروحين تزنين، هذا الناس تنظر إليه شزرا، تقول هذا رجل سفيه قال كلمة ليس في موضعها، تحذر من شيء لا يقع، مع أنه في العادة هذا، مع أنه هذا الذي ينهى هو إنسان بشر، فكيف بالله عز وجل؟ أيعقل بالله عليك أن الله عز وجل ينهى نساء النبي عن شيء ويحذرهن منه ويقول ترى عليكم ضعفين من العذاب، وهو شيء مستحيل الوقوع؟ إذا كان مستحيل الوقوع لماذا الله عز وجل يجعله في كتابه ينزل آية تقرأ آناء الليل وأطراف النهار المسلمين يرددونها وهي لا فائدة فيها؟ على العكس يا أخي، هذه الآية تثبت كما قرره الألباني للعلم، الألباني في كتبه ارجع إليها يقول نعم هذه الآية تثبت أنه نساء النبي لسنا معصومات من فاحشة الزنا، يمكن أن يقعنا في هذه الفاحشة، ليس أمرا صعبا، ليس أمرا مستحيلا. فحينما نقرأ هذه الآية وليس عندنا آية تفيد استحالة وقوع زوجات النبي في الفاحشة، ما عندنا هكذا آية في القرآن، بل على العكس عندنا آية تفيد بإمكان ذلك، ما على المسلم، أي ذنب يتحمله المسلم إن اجتهد في فهم هذه الآية وطفق يبحث في كتب السيرة والتاريخ عمن نزلت فيها هذه الآية وعمن وقعت في الفاحشة، اجتهد. سنفرض هذا الرجل فيما بعد اجتهاده الذي لا يطلب به إلا وجه الله الكريم وصل إلى نتيجة خاطئة، نفرض هكذا، له أجر واحد. لماذا تخرج الناس من الملة؟ تقول إذا طعنت في عائشة فأنت خارج الملة، أي دليل شرعي لك على هذا؟ فإذا أرجو منك أنه تبحث أكثر، تراجع أكثر، الله ينير دربك إن شاء الله وينير بصيرتك ويجعلك شيعيا، شيعيا حقا إن شاء الله. الشيعي مثل ما قلت لك وأراجع أثري، ولكنني الشيعي على الأقل يعرف أئمته يا أخي، أرجوك هكذا، ما يحتاج تقول، يعني ما نحتاج إلى هذه التمثيل. اسمعني شيخ، رب العالمين ما يسلي يوم القيامة على الأمة، صدقني هذا الشيعي ما يعتقد يا أخي الكلام يضحك، الكلام يضحك، أرجوك الآن المشاهدين هم كلهم شافوا حتى سمعوا كلامك حتما هم ضحكوا يا أخي، هذا صلب التشيع، ماكو الشيعي ما يعرف هذه المسألة، أنه الطفل هم يعرف أنه يوم القيامة تسأل عن أئمتك في القبر، تنزل في قبرك تسأل من ربك، فيجب أن تقول الله ربي لا شريك له، فثم تسأل من نبيك فتقول محمد صلى الله عليه وآله، ثم تسأل ما دينك تقول الإسلام، ما كتابك تقول القرآن، ثم تسأل من إمامك فتقول علي أمير المؤمنين، ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد الباقر، وهكذا إلى آخر إمام، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لكن هذه ما نسأل عنها يوم القيامة، نسأل عن أشياء أساسية، عن من ربك، ما هو كتابك، ما هو قبلتك، إيه هذا مذهبك الخاص، هذا يعني ما نعرف هكذا. أما عفوا، هذا الأمة كانوا بشر، زين كانوا بشر وهم أمة على الرأس وعلى العين، لكن لا نسأل عنهم يوم القيامة، بلا تسألون، لا نسأل عنهم يوم القيامة، هذول احنا نسألهم الان، عفوا يعني مع احترامي. ليش تقول انا انت شنو يعني ليش تصر على مع الله رب العالمين، حطيناهم فوق، رفعناهم فوق السماوات والارض، يعلمون ما تحت الثرى وما فوق العرش، ويعلمون الغيب وهم لا يعلمون الغيب صراحة ولا شيء، هم إما فقط على اي حال. انا
زين اخوي، اللهم امل الذي يوم القيامه ولا هذا يدخل في ميزان حسناتك اصلا. زين اخوي عباس، الحين احنا اليوم الحمد لله تناقشنا والحمد لله نقاشك صار هادي واستفاد شويه المشاهد من الكلام اللي والله خير. جزاك الله خير. ونطلب من عندك طلب خاص اخوي، ما دام انك شيعي، انت اخوي ما دام انك شيعي انك شيعي. تتعب على نفسك، تشوف يعني تشوف اصول الدين، تشوف فروع الدين عند الشيعة. انت الحين شيعي، اقرا يا اخي فقه الصادق، فقه العلماء اللي يتبعون الامام الصادق، وشوف اقرا يا اخي. انا من اتباع الامام جعفر الصادق، واحط اقرا يا اخي، اقرا كلام الامام جعفر الصادق، لكني ما أهلها، ما أحطي في موضع اللي ما بيك تألها. أوكي لا تألها، اقرأ كتابك، اقرأ كلامه، مو أنت تتبع الإمام جعفر صلى، اقرأ كلامه واتبعه بس، لا أكثر ولا أقل. وإن شاء الله شوف الجمعة الجاية إن شاء الله إذا الله عطانا طولة عمر، أنا بعطيك مجال أكثر تتكلم وتناقشنا بمواد جديدة. وفي الأخير أنا بس أختم كلامي، إذا تكرمت بكلمة نهائية، جملة قصيرة بس. تفضل. إذا سمحت لي. تفضل. أقول رضي الله عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة رضوان الله عليه جميعا، هؤلاء حملت الدين. يعني الكلام اللي قاله الشيخ ما فاد فيك. زين المرة الأسبوع الجاي موعدنا إن شاء الله اللي أعطانا طولة عمر إن شاء الله. خير حياك الله في أمان الله. السلام شيخنا. ما نحتاج، شوف يا أخي عل، يعني لابد أنه تنبيه للمشاهدين، إحنا التمثيليات ما يحتاج. يعني واحد يتصل يقول انا قسما بالله انا شيعي، وما ماكو شيء عند الشيعي ابدا، وشنو هذا الشيء؟ شيخنا ما يعرف اكو شيء؟ لا عليك، ما اكو شيعي بالعالم ما يعرف انه تسال عن ائمتك؟ يمكن حاله نادره. انا صراحه انا عمري ما واجهت حاله نفس حاله الاخ عباس انه يقول يعني شيعي ومصر على انه شيعي واساسيات الشيعة ما يعرف. منطق بكري 100%. شنو هذا؟ عرض لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي مقطوعة شعرية. اي تفضل. الو. تفضل. من معي اولا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ ورحمة الله وبركاته. محمد الادريسي. محمد الادريسي من الجزائر؟ نعم. تفضل اخوي محمد، تفضل. السلام على الشيخ ياسر الحبيب. عليكم السلام والرحمة والاكرام، حياكم الله اخي الكريم. ايها الشيخ المبارك، استغفر الله، بارك الله. أهدي إليك هذه المقطوعة الشعرية نكاية في هارون العباسي، جزاكم الله، الذي قتل جدي المولى إدريس رضوان الله عليه، وقتل الإمام العظيم موسى الكاظم صلوات الله، نكاية في القرداوي وقرود البكرية والبترية، نكاية في أحمد النقيب الدعي بن الدعي. حسن. نكاية في كل هؤلاء أهدي هذه المقطوعة. يا متكلم عن الآل هذا سلامها، يا متكلم عن الآل هذا سلامها، تقدست بانتسابك لعليها، صوتك شغل الدنا واسمها، فدك في العلا ذاع صيتها، أكلمكم من ضامر الأرض، أكلمكم من ضامر الأرض أنسها، في القلب للآل جل همها، استرخن وليها ومتكلمها. المهدي الشيرازي رضوان الله عليه، أحسنتم. استرخن وليها ومتكلمها، يا شيعة علي هذا كليمها، اسمعوا له تفلحوا أبدا، هذا أوان جدها وابتعاثها، ولقد سبقت بشرى نبيها لأهل الأرض أن قم إمامها، هذه علوم آل محمد وأقمارها، تصدح في أثير العشق وأهلها، وإنا لنظل عاكفين على علوم آل محمد صباحها وليلها، أحقابا من الزمان عطشا، أحقابا من الزمان عطشا، وغيرنا شامت في أعقابها. يا متكلم عن الآل هذا سلامها،
اصلح بالحق قد آن أوانها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسكم أخوي محمد ومشكور على هذه الأبيات. لا فض فوك، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن نكون من أهل ما وصفت. سماحة الشيخ، عندنا الجواب للأخ محمد، سؤال هو عنده وإذا تفضلون تجاوبون. ما أدري باقي ثلث ساعة والاتصالات يمكن، بس إذا نأخذ اتصالات ما أرقد نجاوب ولا سؤال، بس آخر اتصال نأخذه وحاول نقطع لهذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله. أي نعم، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. شكرا. انا ابو حسن من الجزائر. ابو حسن، ونعم حياك الله اخوي ابو حسن، بارك الله فيك. السلام عليك، صار لي زمان من رمضان ما اي أيوة والله، احنا مشتاقين، احنا مشتاقين لك كذلك. ممكن اسلم على الشيخ؟ نعم تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام والرحمه والاكرام، حياكم الله وبياكم. مشكور على كل المجهودات اللي تبذلها على تنوير المسلمين. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا وزادكم نورا. وفي يعني علوي ثاني عنده قصيده يعني ممكن القيها. تفضل اخوي ابو حسن، تفضل. شكرا. اقول فيها: فتح الشيخ كتاب الصحيح، طلعت لنا عائشه فضائحها الفاحشه، عائشه عائشه الوجه الآخر فاحشة. أحسنت. احتج قوم بنو ضبة والعرعور العلفور، هي هي يهددون بحذر، سمحته لا يبالي، رسالته من عند الله العالي، فضح بدع الحميرة وفتح باب الهدى والبصيرة، يا جندي حيدر الكرار، حطم لنا باقي رموز العار، يكتب لكم أجر وتحسبون مع الأبرار. أنا علوي الشتات أحاول استدرك مفات، يا معانيت وقفيت بعيد عن أهل البيت، اليوم ربنا هدانا إن شاء الله يثبت خطانا، يلتحق بنا إخواننا ونعتصم بحبل الله الوثيق. وشكرا. أحسنت. طيب الله أنفاسكم إن شاء الله ولا فض فوك. أنا الشيخ، إحنا عندنا الجمهور ما شاء الله من بلاد المغرب العربي، وعندهم تعطش شعر يكتب عند بحوث، يعني ما شاء الله، لأنها عادة شعوب مثقفة، يعني مستوى المعرفي عندهم عالي جدا. أحسن. الأخ محمد من الكاظمية عنده سؤال، يقول: لماذا عائشة منعت الأكل عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أشرت إلى هذا الأمر في طيات كلامي، قلت بأنه كانت المرأة عموما اتخذت الدنيا بطنها كما قال النبي صلى الله عليه وآله ورواه أهل الخلاف بأنفسهم، فهي كانت أكولة يعني، وفي نفس الوقت كانت تتعمد حرمان النبي صلى الله عليه وآله من الطعام حتى تبقيه في حالة من الضعف، تلك الحالة التي ألجأته بأبي هو وأمي إلى أن يشد حجرا على بطنه الشريف يعني من شدة الجوع، فهي عموما كانت تريد إيذاء النبي، يعني طبيعة هاي المرأة الوقحة المجرمة هذه، يعني شوفوا أنتم لاحظوا هكذا سيرتها، سيرة تعاملها مع النبي دائما في حالة إيذاء للنبي، دائما في حالة إيذاء. النبي يصلي تمد رجليها في قبلته هكذا حتى يضطر، لما يسجد يغمز رجليها حتى ترفع رجليه مثلا، النبي يخرج مثلا إلى البقيع تروح تتجسس عليه مثلا، النبي يتحدث هكذا تروح تتطاول عليه بصوت عالي، حتى ذات مرة جاء أبوها ولطمها لطمة هكذا حتى أدماها، وأمثال هذه الأمور. يعني هي عموما دائما جو من المؤامرات والإيذاء للنبي، هذه كانت من إحداها أنه تحرم النبي صلى الله عليه وآله من الطعام، يعني كنوع من أنواع الإيذاء المتعمد، ولهذا السبب النبي صلى الله عليه وآله كان يعاني منها الكثير، إلى أن يعني الله عز وجل أنزل سورة كاملة في ذم هذه المرأة، سورة التحريم، وأثبت أنها كانت تتظاهر مع أختها حفصة على النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو السر في الموضوع. نعم أحسنت. الأخ أبو يعقوب عنده سؤال، يقول: يسأل أحد المخالفين لماذا اصطحب النبي صلى الله عليه وآله أبي بكر ولم يصطحب غيره من الأصحاب إذا كان أبو بكر على باطل؟ بس ناخذ هالاتصال وأنا بشوف لي طريقة على الموضوع. السلام عليكم. السلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاركة فيه؟ تفضل أنت على هواء مباشرة، تفضل على طول. حياك الله أخي عبد الله، وحيا الله الشيخ الحبيب. الله يحييك. منو معي؟ أبو فدك. نعم حياك الله أبو فدك. حياك الله. حقيقة يوجد على القناة شريط يطالب العراق بتبديل شارع المنصور الدوانيقي باسم شارع الإمام الكرم عليه السلام. حقيقة الشعب العراق طلب ذلك، لكن المالكي رفض هذا الشيء، والشعب العراقي ما يعرف ليش المالكي رفض إلى الآن هذا الشيء. هذا واحد. نتمنى من الشيخ ياسر حبيب يعني يوضح للشعب العراقي ليش المالكي رفض أن يبدل اسم شارع الرشيد إلى شارع الإمام الكاظم، شارع الرشيد في بغداد ومنطقة المنصور، هاي اثنين رفض يبدلهن نور مالكي. وكان أكو طلب للائتلاف الشيعي الحاكم أن تكون هناك وزارة لضحايا البعث في العراق، ضحايا النظام البائد اللي هم الشيعة، لكن المالكي يعني غدرهم وسوى وزارة لرعاية مصالح حزب البعث اسمها المصالح الوطنية، يتصالح ويا القتلة وتارك ضحايا الشيعة، ضحايا الشهداء، يوزع يطلع علنا عن يعني الرجل هذا، مو اتهام، هو الرجل يطلع على الفضائيات ويقول وزارة المصالح الوطنية أعادت 200 ضابط مخابرات، أعادت 1000 عضو فرقة في حزب البعث، رجعت لهم حقوقهم كذا كذا، بس يرفض أن يكون هناك صندوق لكفالة اليتيم. يوجد 5 ملايين يتيم شيعي عراقي، وذكرت هذا الشيء حتى من المرجعية، هو يرفض أن يعطيهم هذا الشيء. وزارة التربية في العراق، الشيخ الحبيب طلب قبل جلستين أن تغير المناهج في العراق. وزارة التربية في العراق المعنية في هذا الأمر منذ سقوط صدام إلى اليوم هي بيد حزب الدعوة، وزيرين سلموها، واحد خضير خزائي وواحد عبد الفلاح السوداني، رفضوا أن يغيرون المناهج، ورفضوا حتى طلبات الكتل السياسية الشيعية، وأعادوا طبع هاي الكتب اللي تمجد بعائشة وأبو بكر وعمر وعثمان، رفضوا هذا الشيء. الشعب العراقي ما يعرف ليش رفضوا، لكن هم رفضوا هذا الشيء لأنه مرجعهم الضال المضل حسب ما يسمي الشيخ ياسر حبيب، أمرهم أن ما تغير المناهج حتى ما يزعلون أصدقاء من الوهابية في المهلكة السعودية. فريد الشيخ ياسر حبيب وضع الشعب العراقي، الشعب العراقي حاليا حقيقة في حيرة من أمره، يعني يصور بأنه المالكي هو شيعي هو إنسان مسلم، بينما نجد أن المالكي أذى الشيعة بقدر ما أذاهم صدام، أموال الشيعة جاي يصرفها المالكي ووزرائه. فنتمنى من الشيخ ياسر الحبيب أن يوضح للشعب العراقي هذا الشيء، ونور المالكي في قنوات الفضائية ما عنده أذان حتى ما يكتف الشعب الشيعي، وهو ليش ما يأذن وما يتشهد بالولاية ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وشيء أخير حتى بعد ما أطيل، توجد قناة لنور المالكي وقنوات أخرى حاليا تشتغل في ضد المذهب أهل البيت، تشكك بحديث عيد الغدير، تشكك بحديث بدعاء كميل، تشكك بحديث الكساء، وهذا الشيء يطلعون يعني شيوخ معممين من الفرقة البترية تابعين لحزب الدعوة الحاكم. والشعب العراقي شعب مسكين حقيقة في حيرة من أمره، يعني يطلع لهم شيخ شيعي ويقولهم هذا حديث الغدير مشكوك به، حديث الكساء مشكوك به، هاي الشعار حسينية مطلوبها روح السقف، وشوف الشعب الياباني شعب بودي قام يصنع سيارات وكذا، التركي ويظنون انهم نعم. آخر فضيحة لهم هسه المستشار الديني لنور المالكي والثقافي حسين برك الشامي من لندن بتواطئ مع نور المالكي جامعة اسمها جامعة الإمام الصادق تابعة للوقف الشيعي، حولها بدون علم الوقف الشيعي، وهي أموال موقوفة للوقف الشيعي، أموال وعقارات، حولها باسمه، وحاليا أصبحت حولت من ملك إلى الوقف الشيعي، وهاي الله صدحهم وأخذهم على لأن هيئة النزاهة طالبت بإعادة هاي الجامعة إلى الوقف الشيعي. حسين برك الشامي يأخذ مليارات الدولارات من هاي الجامعة وحولها بأمر من رئيس الوزراء، وورقة موجودة حاليا أي عراقي يقدر يطلع عليها يكتب عادية. أحسنت أخوي أبو فدك، لأن باقي تقريبا 10 دقائق من البرنامج، عندنا كم سؤال وإحنا نأخذ الأسئلة هذه مالتك. بارك الله فيك، السلام عليكم أول شيء حتى ما نكلف عليك مكالمة. السلام.
طبعا ناخذ هذه الاسئله ونطرحها في برنامج ساعه سوالف للسيد احمد ابو طبيخ. احنا الحمد لله عندنا صار برنامج هم قوي يتباحث بالشان الشيعي والشان العراقي خاصه, يطرحها السيد احمد ابو طبيخ, ونحاول نعزل الجانب السياسي والجانب عن الجانب الديني. سمحت شيخ يتفرغ للجانب الديني, والسيد احمد ابو طبيخ الشاعر يتفرغ الى هذا الجانب. شيخنا, احنا ما نقدر ناخذ اتصالات لان في عندي كم سؤال لازم نجاوب عليهم. عندنا الاخ ابو يعقوب اللي السؤال اللي طرحته عليك, اللي هو لماذا اصطحب ابو بكر ولم يصطحب غيره من الاصحاب إذا كان أبو بكر على باطل؟ يعني سبق وذكرنا أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يصطحبه, يعني لم يتعمد اصطحابه, وإنما الرجل هو الذي قطع طريق النبي إنجاز التعبير. لما كان النبي صلى الله عليه وآله يتوجه للخروج من مكة كان أبو بكر يلحقه, كان أبو بكر يلحقه, وحتى مصادر أهل الخلاف تذكر ذلك أنه لم يتفق النبي مع أبي بكر بأن يهاجر معه إلى المدينة, وإنما غاية ما هنالك أنه الرجل جاء هكذا وفرض نفسه على النبي صلى الله عليه وآله, النبي تفاجأ به فلذلك جعله يمشي معه حتى إلى خارج مكة حتى لا يذهب ويفشي الأمر للمشركين. هذا الأمر سبق فصلناه مفصلا في هذا الشأن. وعلى أي حال لا بد في مثل هذه المواقف من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل, وكتاب الله تبارك وتعالى أثبت أن الشخص الذي كان مع النبي الله صلى الله عليه وآله في الغار محروم من السكينة, إذ قال عز من قائل فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهذه عليه تعود على النبي صلى الله عليه وآله وحده, وحيث أن أبا بكر حرم من السكينة فهذا كاشف عن نفاقه لأن المؤمن مستحق للسكينة. نعم أحسنت شيخنا. في الأخ عبد الجليل من فرنسا يقول هل يصح تشيعي بلا تقليد لأن تقليد العالم صعب؟ يعني من ناحية التشيع كاعتقاد هو صحيح إن شاء الله, ولكن العبادات تبطل. يعني هذا عينا مثل رجل يؤمن بالإسلام ويؤمن بالتشيع لكنه لا يصلي, عباداته باطلة وهذا عليه عذاب شديد. لا بد من أن يقلد حتى تصحح عباداته, لأنه حيث أنه ليس بمجتهد فإنه لا يتمكن من أن يؤدي الصلاة على ما يرفع عنه العقاب يوم القيامة أو يرفع عنه التكليف ويكون منجزا ومعذرا له. لا بد أن يتبع مجتهدا, أن يأخذ بفتاوى هذا المجتهد الذي يستطيع أن يفهم الشرع من أدلته التفصيلية, وحين ذلك يقلده. والأمر التقليد ليس أمرا يعني صعب. متعذرا وصعبا, لا أبدا مو صحيح. بإمكاني أن يفتش عن المرجع الذي يثق به من ناحية عدالته وعلمه, أن يكون الأعدل, أن يكون الأعلم. فإذا لم يتوصل يقلد أحدا ممن يظن أنه أعلم وأنه أعدل. إذا نفرض أنه أيضا لم يتوصل إلى أحد تحقق فيه الظن بذلك, فيكفي أن يقلد من يحتمل كونه من يعني يحتمل كونه الأعلم والأعدل, هذا يكفي, وتكون حجة بينه وبين الله تبارك وتعالى في أنه لم يترك هذه الوظيفة التي أمر الله عز وجل بها وأمر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. نعم. فليمضي راشدا إن شاء الله. إن شاء الله. وهل تصح صلاته مع البكريين جماعة؟ لا تصح. نعم. لا تصح, لأنه هذه صلاتهم صلاة بدعية, وإمامهم لا يكون عادلا, وإنما إن شاء الله يجمع مع إخوانه المؤمنين, وخاصة أن الرجل ليس في مورد التقية إذ يعيش في البلاد الأوروبية, فلا يتوجه إليه خطر إن ترك الصلاة معهم. الصلاة معهم حرام ولا يتجوز. الأخ طلال من الحجاز يريد منك مداخلة على كلمة عندهم دكتور اسمه الحبيب كذلك,
عندما قال أن النبي صلى الله عليه وآله وروحي له الفداء ناقص معنويا قبل زواجه بخديجة، وهذا حدث ضجة كبيرة واعتذر عنها بعدين. أولا خسئ هذا الرجل، وهذا من كاشف عن كونه هو الناقص في عقله وفي إدراكه وفي نفسيته كذلك. ولكن أنا أقول إن هذا الرجل إن كان هو آثم لا شك، ولكن الإثم الأكبر يقع على عائشة وعلى أتباع عائشة على كبار هذا المذهب، لأنهم هم الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وصوروه عندهم بصورة الناقص والعياذ بالله، هم الذين كذبوا وافترضوا أو هكذا زعموا أن النبي تزوج بخديجة عليها السلام كان عمرها يعني فوق 40 سنة وهو عمره 20 سنة، في حين أننا انتهينا كما في كتاب الفاحشة إلى أن خديجة صلوات الله عليها كان عمرها متقاربا مع عمر النبي صلى الله عليه وآله، كانت في 20s من عمرها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، كان السن فيما بينهما سنا إن لم يكن متماثلا فهو متقارب. وإنما هذه عائشة لعنها الله التي أرادت أن تصور للناس أنها هي الباكر وهي الشاب، وأنه عائشة كانت عجوزا يعني شمطاء، عفوا، وأن خديجة عليه السلام كانت يعني عجوزا شمطاء وحمراء الشدقين كما هي تسيء إليها في صحاح أهل الخلاف، هذه الروايات موجودة. وكذلك عائشة هي التي كذبت وصورت نفسها طفلة وزعمت أن النبي صلى الله عليه وآله يعني تزوجها وهي بنت 7 ودخل بها وهي بنت 9 كما رواه البخاري وغيره، وهذه أيضا من الأكاذيب. كانت المرأة كانت كبيرة، كانت تناهز 20 في عمرها حين تزوجها النبي صلى الله عليه وآله كما أثبتناه كذلك في كتاب الفاحشة، وكانت أساسا مطلقة، يعني كانت زوجة لجبير بن مطعم قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهذا كاشف عن أنه كانت لم تكن طفلة، يعني لا يعقل هذا الأمر، يعني كانت على الأقل في سن النساء البالغات اللائي كنا ينكحن يعني. فهذا الرجل يعني وأشباهه يعني من عاهات زماننا، هؤلاء يعني خرجوا بناء على هذا التراث الذي تلقوه، يعني هو يعني فسر الأمر أو حلله على هذا النحو، أنه كان النبي في البداية يحتاج إلى عاطفة الأمومة فلذلك تزوج خديجة، كان يشعر بالنقص من هذه الجهة، ثم بعد ذلك شعر بالنقص من جهة أخرى وهي أنه يريد المرأة الشاب يعني حتى يستمتع بحياته يعني ماكو، فتزوج عائشة. وهذه مشكلتنا مع أهل الخلاف، يعني حقيقة مجرمون، يعني أعني كبارهم لا عوامهم المساكين، أنه تجد كتبهم طافحة بالطعن على النبي صلى الله عليه وآله، طافحة بالإساءة للنبي صلى الله عليه وآله، في حين أنه نعم أنه ما كان مع الأسف الأمر على ما يزعمونه، وما كان الأمر على ما يقولونه. نعم أحسنت سماحة الشيخ بارك الله فيك. طبعا احنا انتهينا في هذه الوقت، وان شاء الله احنا برنامجنا يكون كل اسبوع ان شاء الله في هذا التوقيت ان شاء الله. طيب الله أنفاسكم سماحة الشيخ. وأعزائي المشاهدين أشكركم على مداخلاتكم وأسئلتكم، واللي ما حصل خط أنه يتصل إن شاء الله المرات القادمة. هذا ما لدينا اليوم، وما بقي لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.